يا مساء الفل واهلا بكم معانا وحلقه جديده وان بوكس. النهارده حلقه مختلفه جدا وكمان فيها فقرات متنوعه، لكن في البدايه طبعا ارحب بزمايلي واصحابي. يا مساء الفل يا نوره. يا مساء الفل يا نوران. ازيك يا فاروق؟ اخباركم يا بنوتات؟ عامل ايه؟ 100 100. تمام الحمد لله. ازيك يا نوران؟ الحمد لله. ايه عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. طيب ان شاء الله النهارده هيكون معانا فقرات مهمه جدا. يمكن احنا هنا دايما في ان بوكس بنهتم بالموضوعات اللي بتهتم عامه بقضايا البيئه كلها. اكتر من مره اتكلمنا عن ضرورة وقف استخدام البلاستيك، ويمكن اتكلمنا عن محافظات كتير زي محافظة البحر الأحمر اللي منعت استخدام البلاستيك، وأماكن تانية بيكون أكتر فيها سياحة بطلت إنها تستخدم البلاستيك. ولكن الجديد معانا النهاردة والحلو كمان إنه منع استخدام البلاستيك بدأ في القاهرة، وبدأ بالتحديد في حي الزمالك. هنعرف التفاصيل أكتر، وهينورنا هنا ضيوفنا إيمان حسان ومصطفى محمد وجيه، المسؤولين في مبادرة فيري نايل، ونعرف بقى منهم إزاي بدأوا الموضوع في الزمالك إن شاء الله. حلو جدا. أما بقى فقرتنا التانية فهنتكلم فيها عن قلق الأهل. يمكن ناس كتير قوي لما بتكبر وبتشتغل بيفتكروا إن قلق أهليهم بيقل أو بينتهي خالص، ولكن بيزال قلق الأهل مستمر حتى بعد ما احنا بنكبر. نلاقي دايما مكالمات، اتصالات، اتأخرتوا، هتيجوا إمتى، طب أكلتوا ما أكلتوش. ودي يعني حاجة طبيعية جدا لأنها غريزة بطبعها جوه الأب والأم. عشان كده احنا معانا دراسة بتأكد وبتقول إن قلق الأهل بيفضل مستمر على الأولاد حتى بعد ما يكبروا ويشتغلوا. الموضوع مش محتاج دراسة. ده طبيعي. حد ما نكبر برضه الأهل هم برضه بيسألوا علينا يعني. بالظبط. طيب بصوا يا جماعة، يعني يمكن على مدار الأيام اللي فاتت ولحد النهاردة كلنا طبعا بنتابع موضوع فيروس كورونا، ويمكن ده مسبب بعض الذعر في بعض الدول يعني. ويمكن احنا في مصر هنا اخذنا الموضوع بشكل الحمد لله يعني قوي جدا وكل حاجه، لكن برضو بشكل بسيط ما فيهوش يعني الخوف الكبير اللي ممكن الدول تتعرض ليه. على مدار الايام اللي فاتت يمكن بعض المصريين الموجودين في ووهان الصينيه رجعوا الحمد لله لارض الوطن سالمين غانمين، وكمان الدوله يعني قعدتهم في الحجر الصحي لمده 14 يوم، وهي دي فتره المفروض يعني اللي بيحتضن فيها الفيروس الكورونا من 10 ل 14 يوم يعني. والحمد لله بعد الفتره دي طلعوا كلهم سالمين من الحجر الصحي من مرسى مطروح، وكلهم الحمد لله رجعوا لبيوتهم سالمين. ودي برضو من الحاجات الكبيره جدا اللي قامت بيها الدوله بشكل كبير جدا، وكمان وزاره الصحه على اكمل وجه، وكمان بشكل يعني احترافي جدا ما شاء الله يعني. صح، زي ما انت قلت يا فاروق، يمكن الموضوع ما كانش مقتصر بس على الناس اللي رجعت من الصين، ولكن كمان المعسكر ده كان فيه عدد كبير جدا من الاطباء وفريق التمريض والمساعدين. كان عددهم قد ايه؟ كانوا حوالي 617 شخص، منهم 300 اللي راجعين من الصين. زي ما انت قلت برضو قعدوا الفترة بتاعتهم فترة احتضان فيروس كورونا ال 14 يوم في المعسكر في مرسى مطروح، والحمد لله طلعوا كلهم سالمين، ما فيش اي حد فيهم نائل للمرض. كمان كان في بينهم 7 سيدات حوامل و11 طفل. الحقيقة بقى انه يمكن اخر يوم ليهم في المعسكر ده كان يوم سعيد بالنسبة لهم، فكرة ان كل حد اطمن ان هو خلاص سليم، انه ما عندوش اي مرض، ان هو خلاص هيرجع لاهله اخيرا بعد فترة غياب طويلة، وهيبتدي ان هو يشوف اهله او اولاده او الناس اللي كان محروم منهم الفترة دي كلها، بلس ان هو طبعا اكيد اطمن على صحته وطمن ان هو خالي من اي مرض. يمكن في خلال ال 14 يوم ورا كل واحد كان موجود في الحجر الصحي في مرسى مطروح حكايه وقصه، سواء طاقم الاطباء والتمريض اللي كان بيرعى حاله الاشخاص العائدين من ووهان الصينيه، او كمان العائدين المصريين نفسهم اللي هم كانوا في ووهان الصينيه. ويمكن دي كانت فتره كلنا كنا قلقانين على المصريين اللي هناك، وهم اكيد برضو مشاعر كانت متضاربه ما بين انه اهاليهم عايزين يرجعوا للي اهله وللي اولاد وزوجه واللي عنده شغل واللي طبعا صحته اكيد هي اهم حاجه في الدنيا. فكره انه احنا في الفقره دي هنخصصها اكتر نعرف القصص اللي كانت ورا كل شخص، سواء الدكاتره، الممرضين، حتى الكابتن الطيار اللي كان نقل المصريين من ووهان الصينيه. يمكن ناس كتيره جدا اشادت بقد ايه هو شجاع، وطاقم الضيافه، كل الناس اللي كانت ساعدت في نقل المصريين، حتى الدوله ان هي اهتمت ان تنقل المصريين العائدين بسرعه جدا وفي سرعه استجابه مش طبيعيه، ودي حاجه طبعا او مجهودات
رائعة يمكن ما حصلتش في دول تانية وكانوا الجاليات بتاعتهم موجودة في وهان الصينية. كل ده هنتكلم فيه وهنعرف وهيبقى معانا طبعا هنستقبل تليفونات من المصريين العائدين من وهان. بص يا جماعة يعني في ظل ان الدول ممكن تخلف عن بعض يعني المواطنين بتوعهم يعني طبعا في بعض من بعض الدول في الصين الا ان مصر الحمد لله يعني كانت موجودة ورجعت كل المصريين عايزين يجوا مصر من وهان يعني عنفقة الدولة الحمد لله. والاجمل بقى ان احنا يعني ما سبناش الموضوع، كان في متابعه والمتابعه دي كانت موجوده لمده اسبوعين او ال 14 يوم يعني، والحمد لله كلهم طلعوا سالمين وزي الفل من الحجر الصحي من مرسى مطروح. لكن اكيد طبعا هي تجربه مش سهله لكل واحد كان متعايش هناك في الحجر الصحي، على قد ان الحمد لله ما فيش حد عنده اي حاجه واي مشكله، لكن برضو كل واحد بيبقى جواه الشك كده يعني الى حد ما ان هو اكيد خايف على نفسه، اكيد برضو خايف على اللي حواليه، اكيد خايف ان هو لا قدر الله لو حصل مشكله هيبقى ايه الوضع. لكن اراده ربنا سبحانه وتعالى ان كل الناس تكون يعني سالمه الحمد لله، ما فيش اي مشاكل خالص وعدت على خير. بالظبط، انت تخيل اصلا لما احنا هنا بيجي لنا شويه برد اللي هو بنقلق ونتوتر ويا ترى ايه اللي حصل فينا وايه اللي جرى، فما بالك بقى بفيروس يعني بيقال انه في الاخر بتكون نهايته هي الوفاه. فاكيد اكيد اكيد عاشوا تحت مشاعر ضغط مش طبيعيه وتوتر سواء عليهم او على أهاليهم. كمان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد راحت زارتهم في المعسكر في آخر يوم ووزعت كمان هدايا على الأطفال عشان تبسطهم في آخر يوم ليهم، وطبعا هيكون في تكريم للأطباء وفريق التمريض اللي كان هناك. وزي ما انت قلت يا نوران تقريبا برضو الطيار اللي قام بنقل المصريين برضو هيتم تكريمه. بالظبط، يمكن كمان الدولة المصرية تعاملت مع فيروس كورونا بشكل حرفي جدا مهني جدا، ما حسسش المواطنين المصريين اللي هو احنا كناس عايشة اصلا في البلد بأي نوع من انواع القلق او التوتر. يمكن كان في مصريين راجعين من وهان الصينية بالفعل وحصل انه الوهان شروق بتكلمني في الانترتيس وهان ان هم رجعوا فعلا من وهان الصينية وتم التعامل معاهم بشكل انساني اكتر منه طبي. القصص والحكايات اللي هنعرفها من الابطال سواء الناس اللي كانوا عايشين او كمان الدكاترة او الممرضين بيدل على قد ايه ان احنا كمصريين بنعرف نتعامل مع الازمات. سواء ازمات بقى فيها علاقة بالصحة العامة او ازمات اجتماعية، اي نوع من الازمات احنا كمصريين بنعرف نتعامل معها بذكاء جدا. بالظبط كده، هو الموضوع مش ان احنا ندفن دماغنا في الرملة وان احنا نعمل نفسنا مش واخدين بالنا، لا احنا واخدين بالنا كويس جدا والامور ماشيه بشكل يعني ثابت وكمان بشكل علمي ما شاء الله. يعني عندنا يمكن الطاقم الطبي اللي كان موجود في الحجر الصحي في مطروح وطبعا تحت اشراف وزاره الصحه وكمان الدوله بشكل يعني عام كلهم يعني على قدر الكفاءه العاليه ان هم موجودين هناك، وما حدش فيهم قال او تخلى عن 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 مكانه. ده بالعكس، كان كمان في مساعدين لوزيرة الصحة كانوا موجودين هناك طبعا في الحجر الصحي، وكلهم خدوا الموقف ده يعني بشكل قوي جدا، وكمان بالنسبة لهم الموضوع زي بيقولوا كده ايه يعني داخل فيه الحس الوطني اكتر، ان احنا ما ينفعش الموضوع يتفشى او الموضوع يكون لا قدر الله موجود في مصر هنا ونسيبه، لا هو مش موجود الحمد لله. وحتى لو لا قدر الله كان في حاله من الحالات دي، نفترض ان هي كان عندها حاجه من لا قدر الله كورونا او كده، ما كانوش هيسيبوها برضو، كانوا هيتفاعلوا معاها وكانوا برضو هيقفوا وهيعملوا اللازم. لكن الحمد لله الموضوع طلع خالي خالص من فيروس كورونا وكلهم رجعوا لاهاليهم سالمين برضو مره ثانيه. والصور معانا هي على الهواء زي ما حضراتكم شايفين كده، وزيره الصحه وكمان الاطباء الطاقم الطبي والمصريين نفسهم اللي هم كانوا في وهان. صح. يعني بص، وانا مبسوطه يعني دايما كده لما بتعدي علينا اي ازمه بنعرف احنا ماسكين في بعض قد ايه، وبنعرف احنا ازاي بنتعامل مع الحاله دي. صح. المره دي او الفيروس ده طريقه تعاملنا ان احنا ادينا له حجمه تقريبا، يعني ولا هولنا قوي من الموضوع ولا كبرنا منه قوي اللي هو خلاص وهنموت والحلقه ولا القصص دي كلها، ولا في نفس الوقت استهترنا بيه او استخفينا بيه، حطيناه في حجمه الحقيقي. ده فيروس زي اي فيروس، عملنا طرق وقايه منه او احنا ازاي نحافظ على نفسنا وفي نفس الوقت يعني
الدنيا ما فتحتش مننا او ما باظتش مننا قوي ولا استهترنا. كمان تمت السيطره على فكره القلق ان احنا كمصريين نقلق من فيروس زي ده. بس تخيلي كده يا نوره ان احنا كأشخاص ما رحناش الصين في الفترة دي وقاعدين بنتابع الأخبار ومنظمة الصحة العالمية كنا قلقانين. تخيلي بقى المشاعر بتاعت الناس بقى اللي كانوا راجعين من ووهان بالظبط وعلى متن الطائرة كده زي ما بيقولوا وقعدوا في الحجر الصحي، مشاعرهم كانت عاملة ازاي؟ أو مشاعر أهاليهم اللي كانوا محرومين ان هم يشوفوا في الفترة دي بالظبط. كان في وحشة، كان في قلق، في توتر، سواء أي زوجة أو أولادها أو أي أب وأم، صح ولا لأ؟ صح جدا. أو أي مثلا زوج وزوجته هناك، الموضوع كان يمكن المشاعر كانت متضاربة مؤثرة جدا، متضاربة جدا، نوع من أنواع القلق. بس يظل ان المصريين نفسهم اللي كانوا محطوطين تحت أو في فترة الحجر الصحي أقوياء. صح، يعني ده غير انه كان فيهم كمان سيدات حوامل واطفال بالظبط، فما بالك بقى فكره انه حد خايف على ابنه او على بنته او شايفين اطفال صغيرين ممكن لا قدر الله يكونوا مصابين، واحده حامل هي دلوقتي مش روحها هي بس هي ولكن بتفكر في ابنها، في ابنها كمان اللي في بطنها، يعني هي بالزبط. بتفكر في نفسها وبتفكر في البيبي كمان اللي هي حامل فيه، لا قدر الله برده لو حصل اي اصابه. ففي الحالة دي الأب هو ما بيبقاش خسر مراته بس بيبقى خسر فردين. أكيد كل ده كان مشاعر. في دماغه أكيد كل ده مشاعر يا جماعة وعاطفة وكل حاجة طبعا بتبقى خارجة من ضمن المحيط بتاعك أو عيلتك. عفوا، زي ما قلنا يا جماعة يعني الحمد لله كلهم طلعوا ما شاء الله سالمين من الحجر الصحي من مطروح، وكمان طبعا لكل واحد من المواطنين المصريين كانوا موجودين هناك وراء قصة وحكاية، وكمان يا ترى كان عايش ازاي هناك في ووهان، يعني ايه اللي شافه هناك برضو في الصين احنا ما نعرفوش. معنا بقى من ضمن الناس اللي كانوا موجودين في ووهان ورجعوا مصر وكمان الحمد لله عدت عليه على خير من خلال الحجر الصحي، وهو المهندس محمد بلال واللي كان بياخد منحة للماجستير في ووهان هناك، وكمان عايزين نعرف حكايته ايه وحكايته كمان مع الحجر الصحي هنا في مرسى مطروح. يا باشمهندس ازيك؟ باشمهندس اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا، الحمد لله بخير والله، بنرحب بيك معانا والحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك، الله يخليك، اهلا وسهلا. لنا في الاول كده حكايتك، يعني في ووهان جت ليه وازاي؟ انا بدرس الاطراف في الاكاديميه الصينيه للعلوم في ووهان، ويعني ووهان كانت مدينه من اجمل المدن اللي ممكن حضراتكم تتخيلوها. تحولت بسبب انتشار الفيروس ده يعني فعلا لمدينه يعني مدينه حزينه. يعني فطبعا اللي حصل الاجراءات الصينيه لاحتواء الفيروس هناك كانت شديده جدا لدرجه ان هو حصل المدينه كلها ومنع التجوال فيها ومنع التحرك نهائي لاي سبب كان، وفي تعليمات مشدده حصلت. وبعدين احنا الحمد لله رب العالمين تم التواصل مع السفاره، والحمد لله سيادة السفير يعني فضل معانا بشكل يعني يومي على مدار الساعة لغاية الحمد لله تم إجلاءنا بقرار جريء من السيد الرئيس التحديث طوان، والحمد لله وصلنا مرسى مطروح وكملنا إجراءات الحجر الصحي. طب باشمهندس معلش قبل بس يعني يا باشمهندس قبل يعني ما تروح الحجر الصحي وانت هناك في ووهان ولما انتشر الفيروس بشكل كبير كنت متخيل ومتوقع ان ممكن يعني ترجع لمصر بمنتهى السهولة كده؟ ما كان بصراحة ما كانش يعني أكثر المتفائلين فينا ما كانش يتوقع كده أبدا. احنا كنا بنطالب بكده، يعني احنا قلنا يا رأي يعني يا عايزين نمشي عايزين نجلاء يعني لو نقدر أو كده، ولكن كنا بنطالب بصراحة كان من جوانا يعني مش مصدقين ان ممكن يحصل، ان احنا او ما سمعناش قبل كده عن حاجة زي كده نحصل إجلاء من وباء زي فيروس، وبعدين مصر كبلد يعني تحتوي الكلام ده بأننا تحطنا تحت حجر صحي ويتم يعني الصرف على كده وبشكل امكانيات ضخمه جدا. يعني طيب حضرتك لما جيت هنا واتنقلت فورا على الحجر الصحي مشاعرك كانت عامله ازاي؟ هل كنت اول حاجه بتفكر فيها انه لا انا عايز ارجع بيتي او اشوف الناس اللي انا مفتقدهم، ولا في نفس الوقت متوتر من فكره انك لا قدر الله ممكن تكون حامل للفيروس ده؟ يعني احكي لنا كده، اكيد كان في مشاعر متلخبطه جواك. احنا يعني بصراحه هو فعلا زي ما حضرتك قلت هي مشاعر متلخبطه فعلا. احنا كنا ناس يعني المفروض ان احنا نخش حجر صحي، ده المفروض الانسان بيكون قلق يعني قلقان جدا، يعني او الانسان بيكون يعني بشكل ما بيتم يعني حجزنا بحيث ان احنا ايه في خلال 14 يوم فتره حضانه المرض دي اذا ظهر اي اعراض على اي حد او كده بيتم تحليل يعني بيعمل تحليل الفحوصات الطبيه.
فده احنا المفروض ان احنا داخلين مكان احتجاز، لكن في الحقيقه احنا كنا كلنا سعداء جدا ان احنا راجعين ارض الوطن، وفخورين ومندهشين من اللي بيحصل، وكلنا كنا على قدر المسؤوليه والوعي ان احنا لازم نكمل الفتره دي بشكل يعني في ناجح وفي الاخر. لكن كلنا من جوانا ان شاء الله كنا احنا هناك محافظين على نفسنا كويس جدا، بس كنا حابين نطمن اكتر عشان اهلنا وشعبنا. طيب باشمهندس محمد، يعني قول لنا كنت بتتواصل ازاي مع اهلك واسرتك وانت في الحجر الصحي؟ هل كان بيتم التواصل مع اهلك؟ وقول لنا برضو انت خلاص يعني المفروض ان فتره الحجر الصحي خلصت وعدت بسلام، وانتوا الحمد لله بقيتوا يعني كويسين وبصحه جيده. احكي لنا برضو يعني احساسك ايه بعد ما خرجت من الحجر الصحي، واول لقاء باسرتك كان عامل ازاي؟ طبعا موضوع التواصل، عايز اقول لحضرتك ان احنا اول ما وصلنا الغرف بتاعتنا وجدنا في كل غرفه يعني موجود كيس موجود فيه كل مستلزمات اي فرد اي انسان طبيعي بيعيش في اي مكان، يعني من غير كأنه ما يعني ما يكون محتاج لاي حاجه، كانه اوتيل او خدمه فندقيه تقصد؟ بالظبط، حقيقي كل الامكانيات موجوده بالفعل، كل الامكانيات، لدرجه ان احنا لقينا شريحه وموبايل موجودين، يعني هم شارين لنا موبايل وشريحه عشان موضوع التواصل، ما تحسش انك محبوس. انت مش محبوس، احنا بنعمل اجراءات طبيه، مش عايزين نحبسك انت كبني ادم. مش قاصدين نعمل كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا حضرتك بتسال على لما وصلت، عايز اقول لحضرتك مجرد انتهاء فتره الحجر الصحي واحساسك بان الحمد لله 304 فرد يعني بصحه كامله، يعني بعيدا عن الشبهه انه يكون حامل للفيروس او كده، ده كان في حد ذاته يعني كنا بنهني ونبارك بعض. يعني كنا مبسوطين جدا جدا، والحمد لله رب العالمين وصلنا اهالينا، يعني كنا طبعا زي ما بقول لحضرتك مشاعر فخر زي مشاعر سعاده بالظبط بانتهاء الفتره بامان يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك ويرضى عن حضرتك. شكرا جدا ليك وبالتوفيق بقى في مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه. الله يخليك ان شاء الله. شكرا جدا ليك. الحمد لله على السلامه. امين. مع السلامة. يعني أنا مبسوطة بس من صوته وإحساسه. فرحة. يعني يعني هو وصلني فعلا إحساسه، إحساس إنه حد كان مرحلة بعيد خطر وممكن تعبان أو بالظبط أو مرحلة خطر، والحمد لله إنه ربنا نجاه منها. أنا مبسوطة إن أنا سمعت صوته جدا، وكنت متحمسة إن أنا برضو أسمع لناس تانية كانوا بيقضوا الفترة دي معاه، بس يعني سلامنا كله ليهم وألف سلام عليكم ونورتوا مصر. يا رب دايما في خير. هو بص يا جماعة، هو اختبار بالنسبة لنا اختبار مش سهل خالص على فكرة، بس لما يكون عندك بقى يعني المقاومات الكبيره وكمان الكفاءات المحترمه من الاطباء والطاقم الطبي اللي عندك اللي موجود تابع لوزاره الصحه، انا شايف ان احنا نجحنا الحمد لله في اول اختبار بالنسبه لنا، والاختبار عدى على خير. وتحيه واجبه لوزاره الصحه بالاخص لكل طاقم العمل اللي كان موجود في الحجر الصحي في مطروح، اللي هم يعني ازيد من اللي كانوا موجودين او جايين من وهان اللي هو 300 وشويه من طاقم التمريض. بجد شكرا جدا ليكم، ولسه المهمه مكملينها ان شاء الله لحد ما الجو يعني يحرر شويه كده باذن الله، والدنيا تبقى زي الفل في كل الدنيا باذن الله. هي دي مصر يعني يا فاروق، انه لما بيحصل ازمه زي ما قلنا دايما احنا بنقدر نتعامل معاها بمنتهى الذكاء وقوه وشجاعه. صح كده، انتوا مستنينا؟ طيب اوكي يا جماعه، فكرتنا دي خلصت. مره تانية بنهني كل الناس اللي رجعت لارض مصر، والحمد لله طمنا عليهم الف سلامه، ويعني يا رب كده ما نشوف اي شر في اي حد من مصر او من كل الدول العربيه كمان. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم في دراسه بتقول انه مهما كبرنا الاهالي بتفضل تقلق علينا. زي ما قلت لكم مش محتاجه اي دراسه لانه ده طبيعي جدا، بس نرجع نشوف تفاصيل الدراسه بتقول ايه. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إيم بوكس، وزي ما قلنا لكم قبل الفاصل معانا دراسة بتقول إنه مهما نكبر إحنا صغيرين بالنسبة لأهلنا، ولسه هم قلقهم زي ما هو من وإحنا صغيرين، حتى بعد ما نكبر ونتخرج ونشتغل ويبقى عندنا مسؤوليات كبيرة جدا، إلا إن هم ما بيتغيروش أبدا. يمكن معانا دراسة بتقول إنه فعلا الأهل بيقلقوا جدا 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 على أولادهم، وده احنا فعلا زي ما نوره قالت مش محتاجين انه نقوله في دراسه، احنا واحنا قاعدين في الشغل وصلتي مثلا الام او الاب يكلمونا، وصلتوا؟ طب الطريق كان عامل ازاي؟ طب سوقي على مهلك؟ طب اكلتي؟ طب كلي حاجه؟ طب يلا انا محضره لك الاكل، طب عايزه تاكلي ايه؟ يعني هم لسه بيفضلوا يرعونا حتى بعد ما بنكبر وبنشتغل نبقى مسؤولين عن
حاجات كتير. لا وتلاقي لما تعترضي مثلا او اللي خلاص بقى كفايه خوف عليا انا كبرت تقول لي برضه لسه عيله في نظر مهما كبرتي ولو اتجوزتي وخلفتي هتفضلي عيله في نظر. ما بتكبروش علينا ما بتكبروش علينا مهما كبرنا برضه صغيرين بالنسبه لهم. عمرو دياب ما غلطش. انا مهما كبرت صغير يا جماعه. طيب بصوا هم عملوا الدراسه دي على يعني 186 اب وكل اب عنده حوالي 58 سنه وكمان عنده اولاد حوالي 3 اولاد لكل واحد منهم ولقوا بقى ان نسب القلق بالنسبه لهم والخوف عليهم حتى هم كبار كبيره جدا ما بتقلش خالص حتى عن وهم صغيرين يعني طول الوقت وطول ما هم كبار برضو القلق والخوف جواهم ما بيتغيرش لان هي حاجه بالفطره الداخليه بالنسبه للاب وللام طبعا صح. تجاه ولادهم حتى لما يكبروا ويخلفوا يكون لهم حياه مستقله برضو هم شايلين همهم غصب عنهم دي حاجه فطريه يعني صح يعني برضو يعني يمكن في ناس بتشوف انه الاهالي بتقلق اكتر على البنت الولد يقول لك او بعد ما كبر خلاص عادي هو ولد مش هيجرى له اي حاجه ولكن يعني اعتقد انه فكره القلق نفسها او الخوف هي بتبقى على الولد زي البنت بس ممكن البنت بيبقى على حسب المجتمع اللي هي عايشه فيه اكتر او المكان اللي هي عايشه فيه اكتر فبيبقوا عايزين يقفلوا عليها اكتر بس الخوف نفسه او كمشاعر او بقلق على مين او بتوتر على مين فاعتقد هي متساويه للاثنين لانه الاثنين ولاده بحسب بقى الدراسه يعني لو تفتكروا زمان كده او لحد دلوقتي يعني كانوا اهالينا ما بيناموش لحد ما نروح البيت يقول لك لا اطمن ان انتوا وصلتوا الاول وبعدين انام براحتي يمكن لحد دلوقتي بتحصل برضو واحنا كبار كده يعني هتلاقي الاب يا الام حد منهم صاحي لحد ما ابنه أو بنته يروحوا بالليل. طيب الدراسة بتقول إيه بقى؟ بتقول إنه عدد ساعات النوم اللي بيناموها هي 6.69 ده عدد الساعات يعني حوالي 7 ساعات ده للرجالة و6.5 ساعات في اليوم للستات. طبعا بيناموا قليل جدا عشان هم هو في الدراسة أقل من كده متهيألي يعني في أيام الدراسة على ما أعتقد يعني ما بيناموش أصلا يعني كل شوية تقوم من النوم عشان تحضر الحاجة وترجع تاني. أيوة هم ما بيناموش. أنا بحس إنه الأهالي وقت الدراسة سواء ثانوية عامة أو كلية أو حاجة يفضلوا قاعدين جنب باب الأوضة مجرد بس ما يسمعونا بنتحرك عايزة تاكلي عايزة تشربي أعمل لك شاي أعمل لك مش عارفة إيه طب تحبي تتعشي ده طبيعي عند كل الأهالي. الأمهات دول غلابة يا جماعة والله العظيم يعني زي الفل. يمكن كمان الدراسة كشفت حاجة مهمة جدا مرتبطة بإزاي القلق ده بيأثر على الأب والأم وإن الأب لما بيقدم دعم لأولاده وبيهتم بيهم بيناموا عدد ساعات أقل في اليوم يعني طول ما احنا موجودين كده في حياتهم هم ما بيناموش كتير ولا بيهتموا بأكلهم أو شربهم لحد ما احنا نيجي ساعات كتير قوي بنتأخر في شغلنا أجي أسأل مثلا ماما تقولي لا أنا مستنياكي لما تيجي عشان نتغدى سوا أو نتعشى سوا فبيبقى في ارتباط فعلا ويمكن دي حاجة حلوة يعني المفروض ما نتضايقش منها حتى لما نكبر الحب أو الرعاية دي بصي يعني هي بتبقى حلوة أغلى حاجة في الدنيا بس أنا بشوف أنه بيبقى يعني في حتة كده لازم نراعي شوية الذكاء في التعامل يعني مثلا لو عندي ابن أو بنت في مرحلة المراهقة فمن كتر خوف الأهل عليهم بيعملوا حاجات ممكن تجيب نتيجة عكسية مع الولاد فمهم أنه يكون عند الأب والأم وعي بطريقة التعامل أكيد كل أب وكل أم بيبقوا خايفين على ولادهم صغيرين بقى كبار أيا كان إيه سنهم أول مرحلة العمرية أكيد أنتوا قلقانين عليهم ولكن التعامل نفسه بيفرق في سلوك الابن أو البنت دول تمام. يعني بحس انه ماشي انت بتخاف عليا ده من حقك بس مثلا ما تتدخلش في حياتي بدرجة انه انت اللي تبقى ماشيني او انت اللي مسيطر عليا او ما تمنعنيش من حاجة انا حبيبها او تفرض عليا حاجة انت كان نفسك تعملها فالخوف هنا بيكون في ضرر يعني في ضرر بالظبط هو هنا لكل مرحلة سنية وليها التعامل معاها صح زي ما احنا بنقول كده الاهالي طبعا بيخافوا علينا حد ما نكبر وكل حاجة لكن اكيد طبعا تيجي مرحلة انت خلاص فيها انت وصلت للنضج الكامل وبقيت مسؤول انت كمان عن عيلة فطبيعي جدا برضو في خوف بس مش التدخل فعلا ممكن يعني يوصل لمرحلة السيطرة في حياتك لا ما ينفعش هو طب معلش معانا هبة يا هبة يا هبة ازيك ايه الاخبار اخبارك انت ايه كويسة انا كله حلو الحمد لله قولنا يا هبة انت عندك كام سنة انا 26 29 هرول البنات ما هي صوتها صغير 26 دي كارثه انا كبرتك سنتين ثلاثه كمان كارثه بالنسبه لك قولنا يا هبه بقى يعني اخبار التعامل ايه مع بابا وماما يعني والله هو اللطيف ان هم فيه يعني ميكس كده يعني اللي ما بتقلق منه ما بيقلقش منه والعكس يعني فانت محاطه بالقلق 24 ساعه يعني بس مش قوي الفكره انه في حاجات لسه متعلقه في دماغهم زي مثلا
لو انا قاعده في البيت لوحدي ما تفتحيش حد غريب، بس انا ممكن اسافر عادي واعمل حاجات تانية لوحدي. فالفكره ان في حاجات معلقه في دماغهم يعني. صح. طيب قولي لي يا هبه، انت بتتضايقي مثلا لما تبقي قاعده كده وسط صحابك او في شغل، لو انت بتشتغلي وتلاقي ماما بتتصل كل شويه او بابا بيتصل كل شويه، ولا عادي؟ هي بتبقى الفكره هي مش مضايقه، بس بتبقى اللي هو لو انا بعمل شغل دلوقتي فهي ساعات بتفضل تقولي طب انت اكلت، طب انت عملت ايه، طب انت كذا. اه دي حاجه حلوه. في الشغل يا ماما مش وقت يا ماما. بالظبط. فببقى اللي هو طب شويه، طب الشغل كده بس يعني. هي لا انت لو قلتي شويه دي بيزعلوا يعني، ما ينفعش تقولي لها طب يعني انا مشغوله دلوقتي واكلمك. مشغوله في ايه يعني؟ اهم من امك. اهم من انا اكلت. وبر الوالدين. طب هبه، ايه شكل القلق اللي مامتك وباباكي بيقلقوا عليكي فيه، وبتتعاملي معاه ازاي؟ هو هي الفكره ان هو كان قبل الشغل يمكن بيلاقوا اكتر من التاخير من الحاجات دي، بس هو بعد الشغل بقوا قلقانين بس جواهم يعني. على ايه؟ ده بالنسبه لي اريح كتير. مش بيصدروا ده بشكل يعني واضح. بالظبط بالظبط. في اللي هي القلق بس اللي هو المخفي الداخلي. يمكن عشان كبرتي بقى وبقيتي بتشتغلي ومسؤوله عن نفسك، فبيتعاملوا معاكي ان انت دلوقتي مسؤوله عن نفسك وكبيره. بالظبط. وبعدين معايا على حسب بقى المكان والناس، بس يعني طبعا ساعات هي مو قلقه اكتر بصراحه يعني. طب هبه، هو دايما الام بتبقى الام طبعا بتقلق. هبه عايزه اسالك سؤال، يعني ان شاء الله كده ما يعني انا مش عارفه انت متجوزه ولا لا. لا مش متجوزه. طيب ان شاء الله كده اما ربنا يكرمك ويبقى عندك اولاد، هل هتكرري نفس الحاجات اللي اهلك كانوا بيعملوها معاكي وأكتر، او نفس شكل القلق ولا لا؟ احنا كلنا بنقول لا واكتر. دايره وبتلف منها بنطلع نعملها برضو عادي جدا. بالظبط. غالبا هي دي الحياه، بس يعني احب طبعا انا ما اعملش كده قوي. تمام. شكرا ليكي، نورتينا. شكرا جدا ليكي. معانا تليفون تاني. مين بقى؟ الو ايمان. الو الو. ايوه ايمان. مين معانا؟ مين معانا؟ مين؟ ايمان. ايمان ازيك يا ايمان؟ اخبارك ايه يا ايمان؟ كويسه الحمد لله. تتنادوا على بعض من البلكونه ولا ايه؟ يا ايمان عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. ازاي بتتعاملي مع قلق مامتك وباباكي؟ بص، هو انا عشت طول عمري بجد ماما قلقانه علينا كلنا بطريقه غير طبيعيه. كانت يعني فعلا بقلقها يعني لو اتاخرت شويه الاقيها تعبت، وتاني يوم تقول لي سبب انت بتعبتيني وانت، فكنت دايما اللي هو ايه دي افواره والمفروض الواحد ما يبقاش تحت الضغط ده. بس لما اتجوزت وخلفت بقى واولادي الاقيهم كده مثلا اللي اتاخر تحت شويه، حتى لو في الدور اللي تحتي مثلا. الو انتوا فين؟ طب هم عاملين ايه؟ إيه لو نازلين يجيبوا حاجه من تحت افضل بص عليهم، إيه لو ماشيه معاهم في الشارع افضل ماسكاهم بايدي جامد قوي اللي هو خايفه حد يحركهم من جنبي. نفس التصرفات اللي كانت بتحصل معايا عليه بقيت انا بعمله مع اولادي بالظبط. طب بس من الحاجات الظريفه بقى جدا اللي ماما عملتها في حياتي، ان انا لما اتجوزت ثاني يوم الفرح لقيتها بتكلمني الساعه 10 الصبح كتير 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 يعني. انت فين؟ فجيت على الساعه 12 فاتصلت بيها، يا ماما ايه الاخبار عامله ايه؟ فقالت لي انت فين؟ انت كل ده ما بترديش عليا، انت مش عارفه انا قلقانه. قلت لها ماما انا ما انت عارفه ان انا في البيت. انا اتجوزت يا ماما. يا ماما النهارده فرح يا ماما. عادي ان انا انام براحتي. وجوزي فضل ماسك لي الموضوع ده ليا انا وماما لحد دلوقتي. يعني حقه بصراحه. طب ايمان، بتحسي ان ولادك بيتضايقوا من خوفك عليهم الزياده ده ولا؟ بيتضايقوا جدا. طب بتلاقي نفس الجمل بقى بتتكرر اللي انت كنت بتقوليها، اللي هو هي بنفس تون الصوت بنفس الطريقه بنفس كل حاجه، اللي هو انت كنت فين؟ انت كنت بتعملي ايه؟ انت مش عارفه ان انا بقلق، وجو اللي هو الاستفزاء اللي اسمها ايه؟ اللي والله بصي يا والله العظيم بصي يا ايمان، هو المثل المعروف اقلب القدر على ايه؟ لا مالهاش علاقه. لا هي ليها علاقه، البنت دايما شابه بنتها. حتى الاب كمان بيبقى قلقان، بس هو غريزه لما بيبقى كل واحد عنده اولاد غصب عنه دول حته منه بيقلق عليهم. وبعدين جمله الامهات الشهيره كاس وداير، بكره تعرفي، بكره ما تخلفي هتعرفي. شكرا جدا ليك يا ايمان. شكرا يا ايمان. بصوا الابهات بقى هنا في الموضوع ده بيختلفوا شويه. بيبقوا على قد قلقهم تجاه اولادهم، على قد ان هم برضو يعني عايزين يخشنوا الراجل شويه او الطفل شويه، الولد يعني. يعني ممكن ابقى قلقان شويه عليه، بس ايه هو باين هو صامد يعني ان انا قوي ما فيش مشكله خالص. والجميل كمان في الموضوع ان هم يعني بيشاركون في حياتهم. اللي يروح بقى مع الجيم، النادي، لو هو يعني بقى شاب وجميل كده وبطل في شيء معين تلاقيه دايما واقف في ظهره وبيساعده، فطبعا دور كبير جدا.
بيقوم بيه الاب والام والاهالي طبعا، ومهما كبرنا هيفضل برضه شعورهم هو هو. احنا كده خلاص خلصنا فقرتنا معاكم عن موضوع الاب والام والاهالي طبعا. معانا هروح بقى للفقره اللي جايه، وهي فقره مرتبطه بالبيئه والحفاظ على البيئه، وهي مبادره محترمه جدا اسمها فيري نايل. وفيري نايل هي مبادره يعني بتحد من استخدام البلاستيك وكمان شنط البلاستيك. نعرف منهم بقى عملوا ايه، وبالاخص كمان في الزمالك بعد الفاصل، خليكم معانا. شعار خليك فانتاستيك بلاش أكياس بلاستيك، طبعا مبادرة أطلقت تحت رعاية وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد. وعشان تنطلق الحملة دي أو المبادرة دي من حي الزمالك، وبدأت بالفعل في حي الزمالك، لكن احنا حابين أن المبادرة دي تبدأ من حي الزمالك وتنتشر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لأنه يمكن مصر بتستخدم حوالي 12 مليار كيس بلاستيك سنويا. واحنا عارفين طبعا ان البلاستيك قد ايه ليه اضرار على الصحه العامه، وحابين انه من خلال انبوكس ان احنا بنتبنى دايما المبادرات اللي بتحاول تحافظ على البيئه انه تقلل من استخدامها للبلاستيك. عشان كده احنا معانا شباب جميل جدا اصحاب مبادره فيري نايل، وهم بيوجهوا من خلال المبادره دي الشعب او الناس ان هم يقللوا استخدامهم للبلاستيك سواء في النيل او في المدينه اللي احنا عايشين فيها. احنا معانا ايمان حسان مسؤوله مبادره فيري نايل، برحب بيك يا ايمان. ومعانا مصطفى محمد وجيه برضو مسؤول في مبادره فيري نايل، منورنا. شكرا. ازيكم يا شباب؟ عامل ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. يا ايمان 12 مليار كيس بلاستيك بنستخدمهم؟ اه دي حقيقة، ده الواقع بتاعنا يعني، يعني ده المسجل. ربنا يستر. ده المسجل كمان. طيب عارفين اكتر عن فيري نايل، يعني بتعملوا ايه؟ اوكي، هي فيري نايل مبادرة بدأت من حوالي سنة وشوية. هي بدأت بتعاون ما بين شركة جرينش، دي شركة توعية بيئية، وشركة بسيطة، شركة ماركتينج وكليك فاندنج. هو بدأوا الاثنين ان هو عايزين نوعي الناس تجاه اخطار البلاستيك، فنعمل ايه وكده. فبدأت بثلاثة ماشيين عادي جدا، ولقوا زبالة تحت الكوبري، فاحنا قررنا ننزل نلمها. المبادرة بدأت من هنا، ان احنا يلا يا جماعة هنتجمع كلنا وهننزل نعمل ايفنت على الفيسبوك بابليك، وهنحاول ندور على سبونسرشيبس وحاجات، وننزل يا جماعه نلم الزباله. طبعا الكلام في الاول ان انتوا مجانين، ان انتوا نازلين تعملوا ايه؟ ده لما احنا بننزل نصور له معاكم. يس، وكان معاكم فنان اروى. بالظبط. أيوة. مظبوط كده. اه دي كانت البدايه. بعدها بقى تعاوننا مع وزاره البيئه، وبقت كل الحملات من بعدها مع وزاره البيئه. عملنا حملات كتير قوي في القاهره وبره القاهره. هايل. رحنا القناطر، رحنا الاقصر، رحنا المنيا، ولمينا حوالي السنه اللي فاتت حوالي 35 طن بلاستيك. رقم كبير جدا. طيب مصطفى، يمكن احنا من ساعة قصة البلاستيك او انه الناس ابتدى يبقى عندها شوية وعي بخطورة الاكياس البلاستيك، وشفنا قرارات حصلت زي في محافظة البحر الاحمر ان هم منعوا استخدام البلاستيك، ولكن ان هي تبقى موجودة في العاصمة او في القاهرة وفي حي قديم زي حي الزمالك، والناس كمان تستجيب او تبدأوا المبادرة بتاعة المحافظة من حي الزمالك، اكيد خطوة مهمة جدا. يعني كلمنا اكتر بقى ليه بدأتوا بالزمالك وايه اللي حصل بالظبط. اوكي، احنا يعني جزء من نشاطاتنا هي عندنا بس مش بتنزل عشان ننظف النيل بمساعدة الفولنتيرز او بالسبونسرشيبس او بمساعدة اي جهات خاصة، احنا عندنا كذا اكتيفيتي، بنبني مركب برضو عشان ننظف النيل. جزء مهم قوي عندنا ان احنا بنحاول نشتغل على التوعية. التوعية هي اهم حاجة عشان نقفل الحنفية من الاول خالص. فمش كل مرة هننزل هننظف، في اماكن رحناها مرتين وتلاتة ونلاقي برضو ما بتكونش اتنظفت يعني توتال يعني. فاحنا قلنا ان احنا عايزين نبتدي نشتغل على التوعية. بقالنا سنة شغالين في الموضوع بتاع الزمالك، رحنا قابلنا كل ال ليه اشمعنا الزمالك اولا؟ عشان هي جزيرة والوعي فيها ممكن يكون متقدم شوية، انه الناس هتستقبل فكرة اكتر من اماكن تانية. بالظبط، هو احنا بنتعامل مع الزمالك كأنها المعمل او اللعب اللي هنجرب فيه يعني اول حملة. العدد السكان كبير بس المنطقه صغيره، تاني حاجه هي جزيره فمحاطه بالميه من كل ناحيه، فيها سفارات واجانب، فالموضوع يمكن اسرع شويه بالنسبه لكم. بالظبط بالظبط. وان احنا نبتدي نعمل حاجه زي بالظبط اللي حصلت في محافظه البحر الاحمر في الزمالك، ده هيشجعنا اكتر ان احنا نخش بعدها على جزيره المانيال، على جزر تانية، او على نكبر بقى منطقه الدقي، منطقه امبابه، منطقه كل يعني المناطق كلها ان شاء الله. ان شاء الله. بس احنا طول الوقت واحنا في فيري نايل بنكتشف ان احنا لازم نشتغل على حاجه تانية، ما نقفش بس عند حته التنظيف النيل او مثلا بناء المركب او حاجات مختلفه. بس فاكتشفنا قابلنا بياعين خضار وفاكهه
وقابلنا هاي اند يعني ستورز او فندرز كبار مع محلات كبيره باسامي يعني كبيره، او شوبس او محلات كبيره كبيره بالظبط. فقابلنا من كل يعني الباك جراوند وكل الفئات. طبعا في ناس كتير قالوا لنا يا جماعه ده انا عندي مشاكل اكبر بكتير من اللي انتوا بتقولوه عليه ده، ايه الهبل ده اللي انت بتقوله ده؟ وفي ناس تانية فاهمه اوريدي، وفي ناس تانية طب ايه البدائل؟ وعشان كده طبعا انا ندرس البدائل في الفتره اللي فاتت. مش هينفع نطلق يعني نطلق الحمله من غير ما نعرف ايه البدائل اللي هنقدمها للمحلات دي او لحتى المستخدمين اللي هم الكونسيومرز العاديين زينا اي حد. طيب ايمان، يعني قبل ما نتكلم عن البدائل البلاستيك، بما انه احنا محتاجين يبقى في بديل فعلا للناس اللي بتستخدم البلاستيك، حابين نفهم الناس ونقول لهم الناس اللي بتتفرج علينا ايه هي مخاطر البلاستيك على الصحه العامه للناس. اوكي، هو البلاستيك بس فكرته ان هو ما بيتحللش، والبلاستيك الماده الخام الاصليه فيه هي من مواد بتروليه، فهي مش حاجه صحيه اطلاقا. فكرة ان البلاستيك ما بيتحللش، هو بيروح فين؟ التحلل هو ايه اصلا؟ تحلل ان هو هيتكسر وهيخش في الطبيعة تاني من غير ما يأذي اي حاجة. فهو ده ما بيحصلش في البلاستيك. طيب البلاستيك بيروح فين؟ بيروح لكذا مكان، يا اما بيروح المدافن، وده في المدافن مع الضغط ومع العوامل الجوية بيبدأ يتفكك فبيخش في التربة تاني، والتربة طبعا او الارض هي متصله غير منفصله اطلاقا، فهي بيرجع تاني للنبات فبيرجع لنا بصوره ما. او بيتحرق فبيتحول لمايكرو بلاستيك فبيخش في الجو فبيأثر في الغازات بالظبط، يا اما بيترمي في المايه او بيطير فيوصل للمايه، وده بياكله السمك. فاغلب الصيادين دلوقتي او بيخنق السمك كمان، احنا شفنا صور كمان بيخنق السمك، بياكلوا السمك او بطريقه ما بيوصل للسمك. فدي الطرق اللي تقريبا بيروح فيها البلاستيك، فدي مشكلته الاساسيه. طبعا الناس بتقعد تقول بقى انتوا بتبطلوا بلاستيك عشان السلحفه، فهي حقها برضه مشكله في قصه ورا حوار السلحفه. يعني هي السلحفه هي بتتغذى على الجيلي فيش اللي هو قنديل البحر، والبلاستيك شبهه فهي بتاكل البلاستيك. فسبب اصلا كثره القناديل دلوقتي هي اختفاء السلحفه. فعمل حاجه في ظهر نوع جديد التوازن البيئي اختل، فده ادى لمخاطر ان احنا بنوعي دلوقتي. الموضوع بقى اصعب، الصيادين دلوقتي لو رحت سالتي اي صياد هيقول لك بيطلع في الشبك بلاستيك اكتر من السمك. فدي كانت المشكله الاساسيه في البلاستيك تقريبا. خير كتير بالظبط، الخير في البحر كتير يا جماعه، ثروه السمكات بتاعتنا، ثروه السمكات بتاعتنا لو سمحتم. طيب مصطفى، يعني عايز اعرف منك اكتر الاماكن والمحلات المفروض اللي بتستخدم البلاستيك، يعني شايف ايه النوعيه المفروض من المحلات دي اللي ممكن تغير كثره شويه من استخدام البلاستيك؟ طبعا كل الهايبر ماركتس، السوبر ماركتس، كل الحاجات دي، اي محلات الهدوم الكبيره دي بتطلع كميات مهوله من البلاستيك، هي والسوبر ماركتس. بس دلوقتي يعني في محلات غيرت بقت تجيب الورق بالظبط، ودي يعني خطوه بالزبط. كويسه جدا، بس هي النقطه ان الاغلبيه ايه لسه هي سوبر البلاستيك. والنقطه ان انت تحاول تكلم صناعه كبيره زي كده ده صعب بالنسبه لنا جدا، بس بنحاول ندخل لمحل محل او برانش على قد ما نقدر ان احنا ازاي نغير الموضوع ده عندهم، هم يبتدوا هم كمنطقه الزمالك. الحمد لله كذا سوبر ماركت وافق يكون معانا، كذا محل حاجات ثانيه ليها ده يعني اكل او حاجه وافقوا وفهموا اصلا ان هي ساعات بنخش يعني لازم درسنا فتره اللي هو ازاي تخش الشخصيات بطريقه مختلفه. لو المحل بتاع الفاكهه والخضار ما تقولوش السلحفه هتموت او بالظبط يعني مش هينفع على صحتنا بالظبط. دايما بندخل مثلا يعني لشخص معين باللي هو مهتم بيه، فبنقول له ده بيضر صحه اطفالك وبيضر صحتك انت يعني شخصيا. في ناس تانية ممكن تخش تتكلم معاهم على موضوع البيئه، ممكن يتفهموها ويقول لك لا ده فعلا ده حاجه انا مهتم بيها، فبيغيروا الاتجاه بتاعهم. بس البدائل هي اهم حاجه، ازاي ندرس ان البديل ليه يعني مش هيكون ليه برضو تاثير سلبي على البيئه. مش هنقول مثلا الورق وبعد كده يكون الورق برضو يكون ليه تاثير. طب ايه البدائل؟ البدائل هي ممكن يكون ورق بس لازم يكون جاي من سستينبل فورست، او يعني اللي هي الغابات المستدامه. ان هي يكون في غابات اصلا هي معموله علشان يطلع منها الورق، المصانع سوري اكياس الورق. في ما يكون طبعا القماش ده احسن حل، ده احسن حل طبعا عشان ده انت بتستخدمه اكتر من مره تترميش بالظبط. في نوع من اكياس البلاستيك زي مثلا في محلات كبيره قوي مش كيس بلاستيك بس هي شنطه بلاستيك تقيله
وبتكون معموله بشكل كويس ان انت بتروح بتعرف تستخدمها اكتر كذا مره. بالظبط، هي المشكله معانا في السنجل يوز او الاستخدام الواحد. ان انت بتعمل كركبه كتير بصراحه. بالظبط، مش بيحبوا يربوا الدولاب اللي بيتفتح وبيفرقع في وشي. في دولاب كده او درج بيفرقع كيس بلاستيك تحت المرتبه يعني، عارفينه. ايوه، فهي دي النقطة، الحاجات كلها، بس مش الأكياس بس، في حاجات تانية، صناعات تانية كتير قوي هي استخدام واحد. الناس لو عرفت وابتدت من نفسها ان انت كل ما بتفكر الكيس البلاستيك ده انت بتستخدمه بجد مش اكتر من 5 دقايق، وبتشيل الحاجة منه وتحطها بقى في اي حتة انت عايزها، بس في التلاجة مش عارف ايه. بس انت لو عرفت ان هو بيقعد 350 سنة او 400 سنة عشان يتحلل، وبيخش بقى في كل حاجة، في زي ما ايمان قالت ان هو بيخش في السمك، بيخش في التربة، بيخش في الخضار، في الفاكهة، في كل الحاجات دي. هو في اصلا دلوقتي دراسه بتقول ان هو بقى يعني في حتت بيدرسوا المطره اللي هي نازله منها بتنزل فيها مايكرو بلاستكس، فبقت بتمطر علينا بلاستيك يعني. بلاستيك كلنا محاطين. طيب ايمان، هل انتوا يعني في الزمالك تحديدا هل انتوا مستهدفين فكره الاكياس البلاستيك بس، ولا كل حاجه مصنوعه من البلاستيك زي الكوبايات اللي بتستخدم لمره واحده، الشوك والسكاكين، الاطباق، الحاجات دي؟ طيب، هو الفكره ان احنا مستهدفين السنجل يوز بلاستيك او الحاجات اللي بتستخدم مره واحده، مش الاكياس بس. الاكياس، شوك، سكاكين، معالق، كوبايات بلاستيك، اي حاجه بتستخدم مره واحده، هي بتستخدميها لمده 5 دقائق، كبيرها قوي نص ساعه معاكي، وبتفضل في الطبيعه مئات السنين ما بتروحش. فده اللي احنا مستهدفينه. في انواع بلاستيك احنا مش مستهدفينها لاسباب اخرى يعني، مش عشان هي مش مضره، بس على قد ما هي بدايلها صعبه جدا الوجود. اوكي، بس تمام. طب زي ايه يا ايمان؟ طيب زي ايه؟ دلوقتي مثلا هم بيقولوا طب احنا نعمل ايه في الحقن؟ دي لازم طبعا، لا فدي لازم فعلا تبقى بلاستيك. دي يعني البلاستيك دي نعمه ليهم انها بقت موجوده، لان زمان لما ما كانش بلاستيك كان في حقن ازاز، فكان برضه بتتغلي وغالبا بتنقل برضه الامراض. فدي حاجه مهمه جدا. مثلا احنا اكيد مش هنوصل لهذه المرحله ان احنا يعني لو في وصلنا لمرحله الكيس بلاستيك بس، قصدك اهم حاجه هو تقليل الاستخدام. لو احنا قللنا الاستخدام وبدانا نستخدم الحاجه اكتر من مره، هنوصل ان احنا ما نستخدمش بلاستيك غير في الحاجات المهمه والاساسيه والضروريه جدا. بس اكيد هتقابلي حد يقول لك طب انا عندي عيد ميلاد ابني، انا بجيب الكوبايات بلاستيك والاطباق بلاستيك. ده استسهال. احنا مش هنقعد نغسل مواعين برضه ايه؟ لا، بس في الورق، الاطباق وكوبايات الورق، حتى او الفل. خطر جدا. ليه بقى؟ دي اكتر حاجه ما بتخش، ما مالهاش اي يعني اكتر من البلاستيك، مش حكايه مديره، مالهاش اي ريسايكلينج، ما فيش اي حد بيعرف يريسايكل الفل او الحاجات دي، يعني الاطباق وكوبايات الورق. الورق كويس جدا، او الحاجات الريوزبل وممكن نغسلها. يا جماعه، هو في احلى من كوبايه الشاي تتشرب في كوبايه ازاز؟ مثلا يا سيدي في الخمسينات، ايه الجمال ده؟ مين اللي بيغسل كوبايه الازاز؟ احنا نغسلها لو على كوبايه الازاز، ايه المشكله؟ مرات شاي وخلاص الموضوع بالنعناع يا عم خالد. طيب مصطفى، بما ان احنا داخلين على الصيف طبعا، انت عارف انه بيبقى في المصايف وكده على الشواطئ تحديدا بقى في استخدام لمواد البلاستيك بشكل كبير جدا. هل انتوا عندكم برضو استهداف للمدن والشواطئ الساحليه في الصيف؟ احنا ابتدينا اوريدي ان احنا نتعامل ونبارتنر يعني مع كذا كذا اماكن سياحيه، اوتيلات وكومباوندز والحاجات دي كلها اللي فيها تكدس سكاني في الصيف بالذات، ان اي حاجه يكون فيها مطاعم او حاجه ليها دعوه بالبلاستيك بنحاول نغيرها بورق، او نحاول دايما هنحط مسجز او ورق يعني بوسترز كتير على البحر او على اي حاجه يعني ليها دعوه بالمنطقه معينه عامه، ان هي ما يكونش فيها استخدام مفرط للبلاستيك، والناس لازم تفكر هما بيرموا حاجاتهم فين. طبعا الريسايكلينج بنز، البنز اللي تكون متقسمه، ده هيسهل على ناس كتير. اكيد هننزل حملات تنظيف وتوعية، عملنا كده السنه اللي فاتت في اسكندريه، وعملنا كده السنه اللي فاتت في الساحل، وعملنا في القصير، فالسنه دي برده ان شاء الله هيكون في حاجه قريب برده في منطقه مرسى علم كلها مع محافظه البحر الاحمر. فان شاء الله بنشتغل على ان شاء الله مش بس النيل، على كل حاجه ليها دعوه بالوعي، التوسع اكبر ان شاء الله. طب ايمان، يعني عايز اعرف منك ليه بعض المحلات او المطاعم ممكن يتخوفوا من استخدام مواد اخرى غير البلاستيك؟ هل شايفين مثلا تكلفة أعلى؟ هل شايفين إن هم لو استخدموا مواد أخرى الإقبال عليها هيقل؟ يعني إيه فكرهم؟ بص، غالبا بيبقى أول سؤال بنتسأله الفرق بين تكلفة البلاستيك لتكلفة الورق قد إيه؟ أو أي مادة تانية، فهي غالبا أعلى.
بس خليني اقول انه لو الزبون قرر انه انا مش هاخد المره دي كيس بلاستيك وانت المفروض توفر لي بديل تاني، ابقى انا عندي حق الاختيار. المحل هيضطر يوفر له البديل التاني عشان مش عايز يخسر الزبون. بس انا اقول لك على حاجه، للاسف حصلت معايا في سوبر ماركت كان يعني وهو مش في القاهره، كان عامل الاكياس الورق مش اكياس بلاستيك، بس عامل ان انت بتدفع بالظبط قصادها فلوس. بالظبط، ودي ما فيهاش مشكله. انت لو اشتريتي المره دي كيس الورق، المره الجايه هتفتكري تجيبي الشنطه بتاعتك معاكي، فمش هتضطري تشتريه، وبالتالي هتقللي استخدامك للورق وللبلاستيك. فهي الفكره برضو انت طالبه ايه واللي انت رايحه تشتري منه مقدم ايه. بس برضو الاكياس الورق دي بتتقطع يعني بتتقطع هي بسهولة. بتتقطع وحتى طريقه الصناعه بتاعتها مش دايما سليمه، هي بتستخدم ميه ومبيدات كتير جدا جدا جدا، فمش احسن حاجه. لكن هو القماش الى حد ما كويس والى حد ما بيعاد استخدامه اكتر من مره، فهو افضل. بس عشان انت بتنسيه هو قدم لك الورق، بس انت المره الجايه هتضطري ما تنسيهوش عشان الكيس اللي هيتقطع منك لو اتقطع. طيب ايمان معلش عايزه اسالك على حاجه، انتوا قلتي في البدايه ان انتوا جمعتوا كميه كبيره جدا من البلاستيك في اول يعني في اول فتره ليكوا. البلاستيك ده بعد ما بتجمعوه بتعملوا بيه ايه؟ هو احنا بنحاول نوديه لمناطق ينفع يتعمل فيها فرز واعاده تدوير. غالبا يا بيروح لشركه من شركات اعاده التدوير او بيروح لمنطقه الزبالين في القاهره، هم هناك بيعملوا لها فصل واعاده تدوير. حلو قوي. يا ايمان نورتنا جدا، ومصطفى نورتنا جدا. شكرا. شباب زي الفل وزي الورد وليهم دور فعال في المجتمع والبيئه ما شاء الله، وعايزين نكتر منهم بقى، يعني عايزين نكتر من المبادرات. بالظبط كده. شكرا جدا يا شباب. لا شكرا ليكم بجد، نورتونا. شكرا يا روح. شكرا يا نوره. كده خلصت حلقتنا من إن بوكس، نشوفكم بكره ان شاء الله على خير وفقرات جديده ويوم جديد. باي باي. بيكم مشاهدينا وفكرة جديدة من عيش صح. السمنة من أكتر المشاكل الصعبة اللي ممكن أي شخص يعاني منها وتسبب له تعب نفسي وبدني كبير جدا. أي مريض بيبدأ يدور له أكيد على حلول كتير زي ممارسة الرياضة والدايت، وأحيانا بتوصل لدايت قاسي جدا ممكن يسبب له أذى كبير في صحته، وفي الآخر مش بيوصل أكيد للنتيجة اللي هو مستنيها. وأضرار السمنة مش بس تقتصر على التعب النفسي ولا البدني، لأ ده ممكن كمان تكون سبب في تأخر الحمل عند السيدات. وعلشان مركز دكتور كريم صبري سعيه الأول والأخير إنه يقضي تماما على السمنة والأضرار اللي بتسببها، النهاردة هناخدكم في جولة سريعة ونتعرف على أبرز الحالات الناجحة داخل مركز دكتور كريم صبري، أستاذ دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنة والمناظير ومستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. يلا مع بعض نطلع نشوف الجولة دي مع بعض. صلاح يسري، وزني 110، طولي 152 سنتي، بعاني من سمنة مفرطة والحمل اتأخر بسببها، والدكتور قال لي لازم أخس. حاولت كتير مع الرجيم معرفتش، فشلت وشفت دكتور كريم في التلفزيون بالصدفة، وشفت الأوزان الكتير اللي عملها والحالات الصحية، عشان أنا بعاني من روماتيزم على القلب ومشاكل في الكبد. ورحت له وطمني ورحب بحالتي وقف جنبي، وإن شاء الله هعمل عملية قريب تكميم معدة واشوفكم قريب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. الحقيقه طبعا احنا النهارده في مجموعه من العمليات كتيره جدا، في تكميمات، في تحويلات. التحويل او التكميم او التحويل والتكميم او تحويل مسار الاس 12 هي من ضمن العمليات التي تهدف الى انقاص الوزن. الحقيقه طبعا استاذه سماح وزنها 108 كيلو، احنا مش لازم يكون وزننا فوق ال 160 كيلو فوق ال 200 كيلو عشان نبتدي نعمل عمليه، لا احنا طبقا للاعراف الطبيه كلها ان معامل كتل الجسم لو قسمنا طولنا وزننا على طولنا مرتين المفروض يطلع رقم اكتر من 35، ونكون ابتدينا نشتكي من السمنه ساعتها نعمل عمليه. يعني ربما يكون الواحد وزنه 90 كيلو وطوله 150 سنتي، ربما يكون واحد وزنه 100 كيلو، فما نستناش بقى لحد ما يبقى وزننا يوصل 200 كيلو. فاحنا النهارده هنوريكم اوزان كتيره جدا وعمليات كتيره، يعني فرايتيز كتيره جدا، لكن احنا ما ننتظرش لحد السمنه ما تتمكن مننا،
لحد ما نكون اصبنا بالضغط، اصبنا بالسكر، اصبنا بمشاكل في الانجاب، اصبنا بمشاكل قد تكون اجتماعيه من الدرجه الاولى، لكن معظم الاوزان ويمكن في حاجات كمان يكون اوزان اقل من كده بكتير ويكون عندهم مشاكل في شغلهم. يعني في ناس ممكن تترفد من شغلها او تطلق، يعني يمكن في ناس بتجينا كده فعلا عندهم مشاكل اجتماعيه قد تصل الى الطلاق، ومشاكل اجتماعيه قد تصل الى يعني بيت بي بي يعني بي اجتماعيا بيبقى فيه مشكله. عشان كده احنا العمليات انقاص الوزن هي عمليات فعاله بتجرى خلال بمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم او اقل من يوم، يعني اقل من يوم ان شاء الله بيكون يعني في بيتك، بتقعد يومين في البيت وتنزل شغلك عادي، لان هي طبعا عمليات بالمنظار. التكميم المعده من العمليات السهله، هنشوفها دلوقتي في العمليات وبعد العمليات هنطمنكم عليها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيارات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن 6 سم. 6 سم دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو 6 سم الى ان تنتهي المعده خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هم ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برضو بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برضو 6 سم بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسه قد تستخدم لمجموعه من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعده زي ما هنشوف بعد شويه. ده جهاز الليجاشور، ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعده بطريقه امنه، ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنه لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة أبديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي، ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودهم المستيز، مفيش اي نزيف، مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى،
وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، دباسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال بالمنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي؟ بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه، ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت، مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب، مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه، ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي سماح يسري، عندي 25 سنه وطولي 152 سم. لسه عامله العمليه حالا تكميم معده مع دكتور كريم صبري، وانا كويسه جدا وتمشيت ودخلت الحمام وكله تمام. واي حد حابب يعمل العمليه ما يخافش، ما فيهاش خطوره وكله تمام. وانا بشكر دكتور كريم صبري ان هو وقف جنبي وساعدني ان انا اعمل العمليه، ومهما اقول مش هقدر اوصف شكري لدكتور كريم صبري. زي ما كنا مع بعض النهارده شفنا سماح، كانت يعني عملت تكميم معده، هي عمليه سهله بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره. هي بقى لها فتره قصيره جدا ما بعد العمليه، انت بقالك قد ايه تقريبا؟ بقى لها ساعتين. المفروض بتتمشى دلوقتي، بعد 6 ساعات بتبتدي تشرب، ثاني يوم يعني قبل مرور 24 ساعه بتبتدي تروح البيت. احنا بنمشيهم على سوائل وزبادي وجيل وعصائر طبيعيه بسكر دايت وعصائر بيور لمده اسبوع 10 ايام. بعد كده ال 20 يوم بقيه الشهر الاول بنمشي على اكل يعني يفضل ان هو يكون ممضوغ كويس جدا، بندي لهم تعليمات واضحه جدا. ممكن ننزل شغلنا في خلال 3 ايام، يعني بكره تروح بالسلامه البيت يومين اثنين وتنزل شغلها عادي جدا. لو في اي شغل ممكن تسوق، ممكن تتحرك، ممكن يعني تمارس حياتها الطبيعيه عادي جدا في خلال 3 ايام. عايز اوصل رساله اقول ان عمليات السمنه سواء تكميم المعده زي ما شفت معانا النهارده، او تحويل المسار، او يمكن عمليات اصلاح فشل جراحات السمنه السابقه، كلها جراحات تجرى بالمنظار، هي جراحات امنه. الريهابيليتيشن زي ما انتم شايفين جميل جدا، يعني الامور عاديه جدا، مفيش فتح جراحي خالص، احنا كل العمليات بتجرى بالمنظار، حتى اصعب الحالات في الاوزان الكبيره زي ما هتشوفوا بعد شويه، كل الحاجات دي بتتعمل بالمنظار خلال فترات صغيره جدا قد لا تتعدى الساعه من بدايه البنج لنهايته. الافاقه بعد ساعتين زي ما انتم شايفين الامور سهله جدا، وبنتمنى لكل الناس التوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي سماح يسري، عندي 25 سنه، وزني قبل العمليه كان 110. في خلال 3 شهور بعد عمل العمليه خسيت 25 كيلو، فرقوا معايا كتير في كل حاجه، في شكلي وفي لبسي وفي طريقتي وفي كل حاجه، بقيت اقدر اتحرك، بقيت اقدر امشي، ومبسوطه جدا بالنتائج دي، ومبسوطه جدا باللي انا وصلت له. وكان عندي روماتيزم على القلب ما بقتش اشتكي منه، وروماتيزم على رجلي ما بقتش اخد البنسلين ولا اي حاجه. وبشكر دكتور كريم ان هو وقف جنبي وغير لي حياتي للاحسن. انا اسمي اميره يسري، عندي 23 سنه، طولي 153 سنتي، بعاني من مشكله السمنه بقالي حوالي 5 سنين، وبخاف جدا من اوضه العمليات. فلحد ما شفت دكتور كريم في التلفزيون
ولقيته عمل حالات مشاكلها صعبة جدا وأوزانها كبيرة جدا، فحبيت أعملها. فوالدتي سبقتني وعملتها، وهي أصلا صحتها كانت أسوأ مني بكتير وعندها مشاكل كتيرة جدا، فدوت خلاني أخد قرار إن أنا أعملها، وما خفتش ورحت اتفقت مع الدكتور، وإن شاء الله هعمل عملية تكميم قريب جدا، وأنا مش خايفة ومبسوطة إن أنا هعملها. ودكتور كريم مطمني جدا، وبصراحة هو دكتور فوق الممتاز، وأنا مرتاحة جدا يعني ومش خايفة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتور كريم صبري. النهاردة هنوريكم مجموعة عمليات كتيرة، منها تكميم معدة، منها تحويل مسار، منها بالونز، منها إصلاح عمليات السمنة السابقة. الحقيقة طبعا في أوزان اللي هي أميرة 95 كيلو على طول 153 سنتي، الحسبة معامل كتل الجسم أكتر من 35، وابتدينا نشتكي من مشاكل من السمنة. احنا مش لازم يكون وزننا فوق 200 عشان نبتدي نعمل عمليات السمنة، لكن لازم إن احنا نعالج السمنة as early as possible، بحيث ان احنا نعالج كل المشاكل اللي قد تكون في مشاكل في الانجاب، مشاكل في يعني يمكن صعوبة في النفس اثناء النوم، مشاكل في قد تكون اجتماعية من الدرجة الاولى، يعني عايز البس كويس، عايز اتحرك كويس، عايز امارس رياضة، عايز يعني امارس حياتي الطبيعية زي الانسان الطبيعي. ف يعني عمليات انقاص الوزن قد تعالج مشاكل اجتماعية، وقد تعالج مشاكل صحية منها السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول ودهون الكبد، وفي مشاكل في المفاصل وصعوبة في الحركة. كل دي حاجات بتجرى خلال فتحات صغيرة، يعني عملية تكميم المعدة هي عملية بتجرى خلال فتحات صغيرة، قامت يوم واحد في المستشفى. العملية نفسها ما تاخدش أكتر من ربع ساعة نص ساعة، وبعد العملية إن شاء الله نطمنكم عليها بالسلامة، وهنوريكم مجموعة عمليات كتيرة النهاردة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله، الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره. وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيارات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه، طوله يمكن 6 سنتي. 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو 6 سنتي الى ان تنتهي المعده. خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هما ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برضو بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برضو 6 سنتي، بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية. ده جهاز الليجا شور، ده Advanced Bipolar Technology، اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة آمنة، ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة، اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة أبديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%.
دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا وريناها لكم، دبسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي. دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحة ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعدة دي، عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة، ونشوف احتمالية الدبابسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعدة دلوقتي عاملة زي عبارة عن بالونة، يعني لو في اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترم. المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسة خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شوية عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العملية، ونقوم يعني نوقفه اثناء العملية، ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العملية. زي ما احنا شايفين اميره خرجت من العمليات الحمد لله بسلامه، بقى لها ربع ساعه دلوقتي من العمليات. العمليه كلها خدت يعني حوالي ربع ساعه نص ساعه بالاثاقه يعني، وهي الحمد لله يعني بقى لها فتره قصيره. احنا بعد ساعتين بنتمشى في الطرقه يعني في المستشفى، ست ساعات بنبتدي نشرب، ثاني يوم اقل من 24 ساعه بنبتدي نخرج ونروح بالسلامه البيت. الحمد لله العمليه يعني زي ما قلنا بتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى، دي تكميم المعدة، ويمكن العمليات اللي احنا شفناها النهاردة كلها ما بين تكميم وبين تحويل، كل العمليات كلها في وقت قصير. واحنا عايزين نوصل لكم رسالة ان عمليات السمنة هي عمليات آمنة تماما، بتجرى بالمنظار، ما فيش فتحات خالص في البطن بالفتح الجراحي يعني، ويعني النتائج بتاعتها هائلة جدا. يعني بعد شوية برضو هنوريكم حاجات تانية في التصوير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي اميره يسري، 23 سنه، 155 سنتي. انا كنت 95 وخسيت 15 كيلو، بقيت 80 كيلو في خلال شهرين بس من غير نظام غذائي ولا اي حاجه، وانا مبسوطه جدا اني مفيش اي ضغوطات من يمة الاكل، وباكل كل اللي انا عايزاه بكميات قليله جدا، والحمد لله بقيت البس احسن وعجبني شكل جسمي اكتر، وخسيت 15 كيلو في شهرين بس، والحمد لله في نزول. واي حاجه بسال دكتور كريم بيجاوبني، هو متابع معايا كل حاجه، وفي كل وقت بلاقيه يعني موجود ما بيتاخرش عني. وانا بشكر دكتور كريم جدا، وبنصح اي حد عايز يعمل عمليه ما يقلقش خالص ويجي عند دكتور كريم، هو دكتور كويس جدا وفوق الممتاز. متشكره جدا لدكتور كريم. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار.
أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. وأهلا بكم في فقرة جديدة من عيش صح. النهاردة هنتكلم عن ضعف الانتصاب وكيفية تأثيره على العلاقة الزوجية، لكن اسمحوا لي في البداية نرحب بضيف فقرتنا النهاردة دكتور ياسين الفي، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، استشاري ورئيس وحدة جراحة الذكورة وعقم الرجال بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. مساء الخير يا دكتور، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. يوم جديد وفقرة جديدة مع بعض، عايزين نتكلم فيها على مشكلة ضعف الانتصاب اللي يمكن طبعا بتسبب إحراج كبير جدا لعدد من الرجالة بالذات في مجتمعنا الشرقي، بيبقى ما فيش القدرة ان هم يروحوا عند دكتور ويكتشفوا المشكلة. طيب امتى يا دكتور حضرتك بتقدر ان انت تشخص الحالة اللي قدامك على ان هي ضعف انتصاب؟ تمام، هو طبعا التشخيص بتاع الحالة بيعتمد على اكتر من حاجة. اول حاجة التاريخ المرضي، بمعنى ان المريض نفسه بيجي هو وزوجته يشتكوا ان العلاقة الزوجية ما بتتمش بشكل كويس نتيجة ان في ضعف الانتصاب، سواء ضعف الانتصاب ده من بداية العلاقة الزوجية او ضعف الانتصاب ده بيكون نتيجة ان الانتصاب ما بيدومش فترة طويلة او نتيجة ان موجود فيه سرعة للقذف. طيب بنشخص ازاي؟ ان احنا في البداية بناخد التاريخ المرضي عشان نعرف اذا كان في اي حاجة من الامراض او اللي بتأثر على الانتصاب ممكن تسبب ضعف انتصاب، زي مثلا مرض السكر، الضغط، امراض القلب، زيادة الوزن، زيادة نسبة الدهون في الدم، الأدوية مثلا بتاعة الضغط، أدوية الامراض النفسية، بعض الحاجات دي كلها لازم نحددها عشان نعرف السبب بالظبط. بالظبط. بعد كده بنشوف اذا كان في تدخين، اذا كان عمل عمليات تؤثر على موضوع الانتصاب، كل الحاجات دي لازم بنعرفها علشان نقدر نحدد المشكله فين. وبعد كده بنقوم بعمل الفحوصات اللازمه. طيب اهميه الفحوصات ايه؟ اهميه الفحوصات ان هي اللي بتحدد لنا التشخيص، بمعنى توضح لي درجه الضعف وتوضح لي السبب الرئيسي في الضعف. علشان ما بقاش انا بعالج مثلا مريض سكر على ان مشكلته هو السكر ومشكلته في الاساس ان سكره مظبوط ولكن مشكلته خلل هرموني. مثلا ما ابتديش ان انا عالج واحد على انه بياخد علاجات للضغط مؤثرة على الانتصاب عنده وهو في الاساس عنده نسب الدهون في الدم هي اللي عاملة مشكلة ومخليها في مشكلة في الانتصاب. كل الحاجات دي، لان احنا التشخيص هو اللي بيخليني احط ايدي على السبب علشان اقدر اعالجه. اوكي، طيب مشكله يا دكتور ضعف الانتصاب بتصنف ان هي مشكله وراثيه ولا ليها اسباب نفسيه ولا اسباب عضويه ولا كلهم مع بعض؟ تمام، هي مشكله وراثيه دي امر مستبعد شويه، لان هي مش حاجه وراثيه، دي حاجه تخص كل شخص بحالته، يعني كل شخص حالته بتختلف عن التاني. الأسباب في الغالب زي ما اتفقنا هي بتكون في منها أسباب أولية، يعني في حاجات الراجل بيكون مولود بيها، يعني في نوع من أنواع ضعف الانتصاب بنسميه ضعف الانتصاب الأولي، راجل مولود بقدرته على الانتصاب ضعيفة، وده بيظهر معاه من البلوغ بحيث ان هو الراجل بيقر ان انتصابه ضعيف حتى في فترة الشباب. ممكن ناس منهم اللي بتتجوز او العلاقة الزوجية يكون ضعيف وما يقدرش يمارس علاقته الزوجية، وده الحل الانسب بالنسبة له بيكون طبعا هو الحل الجراحي، لان ده المنشطات والعلاجات اللي بتتاخد مش هتجيب معاه نتيجة كويس. اوكي، ده الحاجة الاولى. طيب الحاجة التانية اللي هو ضعف الانتصاب الثانوي، ان هو نتيجة سبب معين، ده بيتم عليه عن طريق ان احنا بنحدد السبب عن طريق الفحوصات. اهم الفحوصات اللي بنعملها هي ايه؟ اهم الفحوصات هي رقم واحد ان احنا بنعمل اشعة تلفزيونية على العضو الذكري، لان هي بتورينا درجة الضعف عاملة ازاي. تقدر تقيم لي الشرايين، الاوردة بتاعة العضو الذكري، اذا كان في تسريب وريدي، من ده الحاجات الدرجة كتير والناس بتفهمها، اذا كان في مشكلة في الاعصاب بتاعة العضو الذكري، كل دي الحاجات اللي احنا بنقدر نستشفها من الاشعة.
الفحوصات الهرمونية مهمة جدا، لأن الخلل الهرموني من أهم الحاجات اللي بتؤدي إلى ضعف الانتصاب، وكتير جدا بيكون مصحوب بضعف الرغبة. الحاجات التانية فحوصات السكر، لازم نعمل الفحص بتاع مرض السكر، لأن ناس كتيرة بيكتشف عندها مرض السكر نتيجة إن هو ابتدى يشتكي من ضعف الانتصاب، نعمل تحليل السكر نلاقيه عالي. تحاليل بتاعت الدهون الثلاثية والدهون في الجسم والكوليسترول، كل الحاجات دي مهمة جدا، لأن هي نسبة الدهون زي ما بتأثر على القلب بتأثر طبعا على الأوردة والشرايين بتاعة العضو الذكري، وبالتالي هي نفس الفكرة. فهي الفكرة بالظبط ان انا بحط التشخيص علشان اقدر اعالج. لو خلل هرموني هنصلح الهرمونات، الامور هتتحسن. لو مشكلة في السكر يبقى هنبتدي ان احنا نظبط السكر وندي بعض المنشطات او نلجأ للحقن الموضعي، وبالتالي الامور هتتحسن. ده لو كانت درجة الضعف تسمح بالعلاج الدوائي. في اسئلة كده يا دكتور عشوائية يعني جات لنا على صفحة الفيسبوك بيج. في ناس بتقول ان السمنه ممكن تؤثر على ضعف الانتصاب، اه ولا لا؟ وكمان هل مشكله ضعف الانتصاب دي بتيجي برضو بسبب التدخين في سن مبكر؟ صحيح. ولا لا؟ والحاجات دي الحاجه اللي لازم ننتبه ليها، ان المريض اللي عنده سمنه بيكون عرضه لضعف الانتصاب، وكمان بالاضافه الى تاخر الانجاب ضعف الشخص العادي. ضعف الشخص العادي يعني، ودي نسبه كبيره جدا 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 طبعا. دي رقم واحد. طب التدخين من الحاجات اللي بتأثر على الانتصاب بشكل مباشر. ليه؟ لأن عملية الانتصاب بتعتمد على ان بيحصل ارتخاء في العضلات بتاعة العضو الذكري. طيب السيجارة دي بتعمل ايه؟ السيجارة دي من الحاجات اللي بتزود عملية الانقباض في العضلات بتاعة العضو الذكري. فبالتالي هي حاجة بتضاد عملية الايه؟ عملية الانتصاب. بتزود التون بتاع المصل حوالي 10 أضعاف، في حين ان احنا مش محتاجين التون ده خالص. يعني مش محتاجين قدرة العضلة على الانقباض ده خالص. أيوة. احنا محتاجين العكس. فدي من الحاجات المهمة جدا. ثانيا التدخين من الحاجات اللي بتأثر، بتعمل حاجة اسمها endothelial dysfunction، يعني بتدمر جدار الأوعية الدموية بتاعة العضو، وبالتالي يبقى قدرة ضخ الدم للعضو علشان يحصل الانتصاب ضعيفة، وبالتالي تؤثر جدا على عملية الانتصاب. يبقى التدخين والسمنة من أهم الأسباب، وللأسف منتشرين جدا 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 دلوقتي، ومشكلتها إن هي بتخلي المريض بدل ما ضعف الانتصاب هيظهر عنده في سن، بيظهر عنده في سن مبكر جدا جدا جدا، ممكن تخليه الأمر يبقى بدري 20 سنة. جدا، ودي من أهم المشاكل بالنسبة للشباب. طيب مشكلة يا دكتور التثدي عند الرجال، هل المشكلة دي ممكن مثلا تخلينا نقول إن دي مؤشر إن في هنا في لخبطة في الهرمونز، فكده هرمون الذكورة مثلا قليل، فتبقى ضعف انتصاب برضو؟ صحيح. من الحاجات اللي احنا بنفحص فيها الراجل اللي عنده ضعف الانتصاب موضوع التثدي ده، لأن هو من الحاجات العلامات المؤشرات على إن في خلل في الهرمونات، وخصوصا التوازن اللي ما بين هرمون الذكوره وهرمون الانوثه. وبالتالي ده يخليني افحص الهرمونات علشان اشوف ممكن ده يكون في مشكله في الهرمونات هي اللي مأثره على الانتصاب. فهي زي ما قلنا ان التاريخ المرضي، الفحوصات اللي بنعملها، احط ايدي على السبب، اقدر اعالج اذا كان بعلاج دوائي او علاج جراحي. ونسبه النجاح في علاج الامر ده بتوصل لدرجه نقدر نقول ان هي بتوصل لدرجه 100%. ليه؟ لان احنا عندنا كاتيجوري عالي جدا من المرضى بنقدر نعالجه علاج دوائي، واللي بيفشل معاه العلاج الدوائي او اهمل في حالته وما بقاش العلاج الدوائي ينفع، بنلجا معالج جراحه. وجراحه من الامور الحلول الجذريه. أيوة. اللي بتقضي على الامر تماما. طيب احنا قلنا يا دكتور ان طرق العلاج بتنقسم لشقين، دوائي الشق وجراحي. الدوائي والشق الجراحي. تمام. بتهيألي يا دكتور ان ضعف الانتصاب كده يبقى هو مراحل او هو درجات. صحيح. طب مع ان ضعف انتصاب على طول يبقى تركيب الدعامات؟ لا هي مش كده. هي في بعض الناس بتشيع ان ضعف انتصاب يبقى او تسريب وريدي يبقى دعامه. بالظبط. طب وده امر هو التسريب الوريدي هو ضعف الانتصاب؟ التسريب الوريدي هو كلمه عامه عن موضوع ضعف الانتصاب. في ناس بتربط الاثنين، بتحاول ان هي توهم المريض ان دي حاجه ملهاش علاج غير
الدعامة، ولكن هي فعلا درجات. في درجات ممكن حلها بالأقراص، في درجات ممكن حلها عن طريق الحقن الموضعي، وفي درجات ملهاش علاج غير موضوع الدعامة. إذن فهي زي ما حضرتك قلتي إن هي درجات، ده اللي بيتم عن طريق التشخيص وإن احنا نعرف ونعالج. مشكلة مصر هنا إن الزوج بيجي في وقت متأخر، يعني بيقعد يماطل كتير جدا 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 في الحاله. نيجي نقول له مثلا طب انت عندك المشكله دي بقالها قد ايه؟ يقول بقالها 5 سنين. طب هم ال5 سنين دول مشكلتهم في ايه؟ ال5 سنين ما عاش فيهم حياته كويس، 5 سنين بيحصل فيهم شد وجذب ما بينه وما بين زوجته، 5 سنين هو عمال يستعمل ادويه بشكل عشوائي بتقلل فرصته جدا من ان هو يمشي بالعلاج، لان هو لخبطه في العلاج والعلاج العشوائي ده بيسرع جدا من وتيره ان هو يحتاج لجراحه. فهي الفكره كده ان احنا لو بنعالج المريض من البدايه بشكل صحيح ممكن نقلل جدا 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 من احتماليه ان هو يلجا لجراحه، ممكن ناخر من احتماليه ان هو يلجا لجراحه. فهي دي الامر الصحيح بالنسبه له، وكمان يقدر يعيش حياته بشكل كويس. يعني كان ايه فايده ال5 سنين اللي فاتوا دي لو اتعالج صح؟ كانش عايش في المأساة اللي هو كان عايش فيها، لأن هو بيجي إمتى؟ وده الأمانة يعني اللي بنشوفه، يجي لما يقول أنا دلوقتي عندي مشكلة، بيتي بيتهد، حل لي المشكلة. هي دي الترم اللي احنا بنيجي ونشوف، أنا مشكلة في بيتي دلوقتي موجودة، عاوز أحل المشكلة لأن بيتي هيتخرب، زي ما بيقول، فهي دي. في سؤال يا دكتور عايز أسأله لحضرتك، هل في علاقة ما بين ضعف الانتصاب وسرعة القصف؟ طبعا الاثنين دول من الاثنين يتحطوا تحت موضوع الضعف الجنسي على فكره. ليه؟ لان والله لو عنده انتصاب، واحد عنده انتصاب كويس ولكن في عنده سرعه قذف، يبقى برضه العلاقه الزوجيه بتتمش بشكل كويس. فلو تم علاج سرعه القذف الانتصاب بتاعه كويس، خلاص علاقته الزوجيه مشي بشكل سليم. اصل في رجال ممكن تقول يعني انا خلاص انا خلفت اوريدي او عندي اولاد. هي ملهاش دعوه بموضوع بقى الايه؟ بموضوع الانجاب. لان العلاقه الزوجيه ربنا مش خلقها للانجاب فقط لا غير، ربنا خلق العلاقه الزوجيه لاستمرار التواصل ما بين الزوج والزوجه. هي دي اللي بتخلق الموده والرحمه اللي موجوده ما بين الزوج والزوجه. يعني هي مش امر شهواني زي ما بنقول، لا، ده دي نوع من انواع التواصل، ده زي ما بنقول عليه الجسر اللي بيتن مربوط ما بين الزوج وزوجته علشان يبقى فيه موده ورحمه طول العمر ويستحملوا العيشه مع بعض، لان العيشه طبعا فيها ضغوط كتيره. فدي حقيقه، لو الجسر ده اتشال هيحصل تباعد كبير جدا جدا ما بين الزوج والزوجه، وبالتالي مشاكل هتزيد، مش هيبقوا مستحملين بعض. فهي دي الفكره. موضوع سرعة القذف الحراري أشرت إليه، أهميته في إيه؟ إن في ناس كتيرة جدا 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 بتبقى مشكلتها في الأساس مش ضعف انتصاب، مشكلتها سرعة قذف، وللأسف بيتم تشخيصه على إنه ضعف الانتصاب ويلجأ إن هو يركب دعامة، وبرضه الموضوع مش بيتحل. ليه؟ لأن هو الأدوية والحاجات المخصصة لضعف الانتصاب مش هي اللي بتعالج سرعة القذف. ولكن لو عالجنا سرعة القذف لوحدها نتيجة ان احنا شخصنا ان الراجل ده انتصابه كويس ولكن سرعة القذف هي اللي مشكلة، لو عالجنا سرعة القذف الامر يتحل، وده علاجها امر دوائي وامر بسيط وان شاء الله بيتعالج بسهولة وخلاص، ويقدر يعيش حياته الزوجية بشكل. فهي برضو هنرجع للنقطة الاساسية اللي بنقولها، لازم نشخص صح، نعرف هل الانتصاب فيه مشكلة ولا ما فيهوش. هل المشكلة في سرعة القذف ولا في الانتصاب؟ لو المشكله في سرعه قذف يبقى هتتعالج، لو المشكله في ضعف الانتصاب يتعالج، ونقدر نحدد اذا كان الحل دوائي او جراحي، وخصوصا حتى ان الحل الجراحي سهل وفي ايدينا اللي هو الدعامه. طبعا ناس كتيره بتشيع ان في حاجات تانية غير الدعامه، ربط الاورده والحاجات دي، ولكن دي طبعا عمليات انتهت من الطب تماما من حوالي تفوق 30 سنه. الحل الجراحي الوحيد بالنسبه لعمليه ضعف الانتصاب هي الدعامه. حاجات كتيرة طبعا بتشاع اللي هي البلازما والخلايا الجذعية والحاجات دي، الحاجات دي كلها تجارب ولا أساس ليها من الصحة، والحلول هي الدوائية المعروفة والدعامة. بشكرك جدا يا دكتور ياسين، شكرا على كل المعلومات اللي حضرتك قدمتها لنا النهارده خلال الفقره. ان شاء الله هيكون لينا فقرات مختلفه مع بعض. شكرا جزيلا. كان معانا دكتور ياسين الفي، استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، استشاري ورئيس وحده جراحه الذكوره وعقم الرجال بهيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، لكن للتواصل مع مركز مصر للذكوره من خارج مصر عن طريق الواتساب والفايبر وكمان الارقام الموجوده قدامكم على الشاشه. استنونا فقرات مختلفه من عيش صح.
مشاهدينا اهلا بحضراتكم في كل مكان وفقره جديده من عيش صح. دايما عندنا عادات كتير غلط متعودين عليها وبنعملها دايما تقريبا بشكل مستمر او على طول بنعملها، احنا مش مدركين مدى خطورتها علينا وعلى صحتنا بشكل كبير. ويمكن من اكتر العادات المنتشره النهارده عند الشباب والصغيرين والكبار هي الفاست فود وعدم اهتمامنا بالاكل الصحي وكمان ممارسه الرياضه، وده طبعا بيأثر في المدى البعيد جدا على صحتنا وبشرتنا وجسمنا بشكل طبعا كبير جدا جدا. لكن دايما هنا الطب بيوفر لنا منتجات بتقدر حل كل مشاكلنا بسهولة وكمان بأمان، ونركز قوي 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 على كلمة أمان. من أكتر الحلول السحرية تقريبا هو منتج الكلوسيز اللي بيحتوي على أوميجا 3 وبيحتوي على فيتامين A وكمان فيتامين D. طبعا منتج بنتكلم عن ثلاث حاجات مهمة جدا جدا كلها في منتج واحد، علشان كده بنقول تقريبا هو منتج سحري. مش بس كده، كمان احنا هنتكلم اكتر النهاردة وبالتفصيل بقى جدا جدا عن فيتامين A لكل مشاكل البشرة والشعر والمناطق الغامقة في الجسم كله، لان دي برضو مشكلة بتعاني منها اكتر البنات او بتهتم بيها وبالتفاصيل الصغيرة دي اكتر البنات. كل ده هنعرفه مع ضيفي اللي منورني النهاردة في الاستوديو، دكتور مصطفى حامد المستشار الطبي لشركة AMD. دكتور مصطفى اهلا بحضرتك. دايما يا دكتور منورنا، ربنا يخليك. خلينا بقى يا دكتور النهارده نعرف في بدايه فقرتنا الحلوه دي منتج الكلوسيز، او زي ما انا قلت تقريبا منتج سحري. ليه؟ احنا بنتكلم عن اوميجا 3 وبنتكلم عن فيتامين A وفيتامين D، مع ان احنا لما بنيجي ناخد الحاجات دي كلها احنا بناخد كده ثلاث انواع، يعني انا باخد الاوميجا لوحدها وباخد دواء فيه فيتامين A لوحده وباخد دواء فيه فيتامين D لوحده، لكن احنا هنا بناخد الثلاثه مع بعض في منتج واحد. ودي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، اهم نقطه، ان ازاي رتم الحياه بتاعنا بقى سريع قوي دلوقتي يا ريني، فانا محتاج ان انا اقدر ادي للشخص او مهما كان اختلف عمره معايا ايه، ان انا عايز اديله حاجه تبقى فيها مجمعه بحيث انها تشمل ثلاث حاجات مهمين جدا اللي احنا قلنا عليهم، فيتامين A والفيتامين D والاوميجا 3. كل ده موجود في الكلوسيز. الحاجات دي كلها هتحمينا من حاجات كتير قوي قوي، وبالذات ان احنا هنقدر نقدر نجمع الكومباينيشن ده او المجموعه دي كلها مع بعض في حاجه واحده وبسعر كويس جدا جدا، وده مفاجاتنا انا هنقولها في اخر الحلقه بتاعتنا. بس احنا النهاردة يمكن جايين نتكلم على حاجة واحدة من حاجات الكلوسيز اللي هو فيتامين A. فده من احد الفيتامينات اللي هي مهمة جدا 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 في حياتنا، وممكن ما نكونش عارفين حاجات احنا نقدر نعرفها النهاردة ان شاء الله معاكي بإذن الله. هو يمكن يا دكتور فيتامين A مش من احد الحاجات المهمة زي ما حضرتك تقول، هو من اهم الحاجات الموجودة في حياتنا، واللي بقينا دلوقتي طبعا شباب وبنات ورجالة كبار وستات كبار كلنا فاهمين، وكلنا بنسيرش دلوقتي على جوجل اي حاجة او اي معلومة احنا عايزين نعرفها. فلو عملنا كده سيرش على فيتامين A هنفهم كويس قوي اهميته في حياتنا ايه، وده اللي الدكتور بقى مصطفى هيقوله بقى للكسلانين اللي مش بيعملوا سيرش دلوقتي عليه بقى، يعني نعرفه مع بعض دلوقتي اهميه فيتامين A بقى يا دكتور. يمكن الناس بقى اللي فاهمه بندور دلوقتي على المنتجات اللي فيها فيتامين A، لما بنيجي مثلا نشتري كريم للبشره بنشوف حاجه فيها فيتامين A، اكل بندور على الفيتامين A، بناخد مكملات غذائيه فيها فيتامين A، اهميته بقى في حياتنا ايه؟ طيب احنا خلينا نقول فيتامين A بالنسبه للفوائد الصحيه بتاعت فيتامين A. احنا كان عندنا زمان مقوله جميله قوي بيقول لك حس ان نظرك تعبان شويه طب كل جزر، الجزر بيقوي النظر. فدلوقتي فيتامين A من اهم الحاجات ان هو بالفعل بيحمي نظرنا، بالذات احنا بقينا دلوقتي بقى في ناس كتير جدا جدا بقى بتعاني من قصر النظر، ده غير ان في فئه من لا باس بها كبيره قوي من سن ال 40 فما فوق، ال 45 بالذات فما فوق، بقينا بنسمع كتير عن حكايه الميه الزرقاء والميه البيضاء، او بمعنى صح المياه الزرقاء وتعتيم عدسه العين اللي هي المياه البيضاء. وبالفعل بنلاقي المريض انا داخل اعمل عمليه ميه بيضاء، انا شايف زي دبانه كده بتلف حواليا، كل الكلام ده انا لو عايز الوقايه خير من العلاج، انا محتاج ان انا قبل ما يجي لي التعب لحد عندي، طب انا ليه ما من دلوقتي واحنا قاعدين قدام التلفزيون بتاعنا ان احنا نبدا ناخد الفيتامين A الموجود في الكلوسيز، نبدا ناخده بحيث ان هو نبدا نحمي نفسنا بعد سنه سنتين ثلاثه حتى لو 10 نقدر نحمي نفسنا من الامراض دي. احنا بنقول مش هنقول نمنعها خالص بس نقلل اصابتها، ناخر اصابتها بينا، ناخرها طبعا على قد ما نقدر. فده من احد الاسباب، الفيتامين A مهم جدا جدا للنظر عندنا. في برضه الحاجات الصحيه تاني فيتامين A بالنسبه لي مهم جدا وبالنسبه للناس كلها، الاسنان. بنلاحظ دلوقتي ان احنا فعلا بقينا دكاتره الاسنان بقينا عندهم يعني بقى حاجه اساسيه بقى بند كده في البيت، في ميزانيه البيت احنا هنروح لدكتور الاسنان، حتى الاطفال بصي ما بسمش حد. طبعا كل ده بسبب ان اكلنا ما فيهوش فيتامين A اللي موجود في الكلوسيز معانا،
فدلوقتي انا بالنسبه لي محتاج فيتامين ايه في الاسنان عشان يبدا يرسب الكالسيوم بتاعي على السنان وبيبدا يقويها اكتر واكتر، ما يبقاش ده في بعض الاحيان ان انا ممكن لو كلت حاجه كده ناشفه ممكن ده كسرت مني حته من سنين، حاجه صعبه قوي. ده بالنسبه برضو ده زي بالنسبه برضو الاصابه بالسرطان زي سرطان الثدي، احنا نلاحظ ان احنا يعني الدوله قايمه بمجهود كبير جدا جدا معانا في الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ده صدقيني فيتامين ايه من الحاجات مع الكومباينيشن اللي في الكولوسيز، فيتامين ايه فيتامين دي اوميجا 3 كل ده موجود في الكولوسيز بتاعنا، ان احنا بنقول انه بيقلل الاصابه بسرطان الثدي وسرطان البروستات. الحاجات دي كلها برضو من الحاجات الممتازه جدا جدا اللي تقدر تحمينا. انا زي ما قلت لحضرتك الوقايه خير من العلاج طبعا. برضو عندنا برضو في حاجات تانية كتير قوي فيتامين ايه بيقدر يدخل فيها، زي مثلا عندنا الاسنان اللي احنا قلنا الاسنان وقلنا العظام مع العظام التهابات المفاصل، الحاجات دي بيعمل انا عايز اقولك بيعمل تعاون حلو جدا جدا مع الفيتامين دي. طبعا عارفين فيتامين دي قد ايه مهم للعظام، لما احط انا كل ده في الكولوسيز بنسب قد ايه امنه جدا للشخص بتاعي. انا مش هقول للمريض انا هقول للشخص، لان زي ما قلت لحضرتك احنا ما بنتكلمش عن مرض خالص، احنا بنتكلم على الوقايه، ان انا اخد الحاجه دي ان انا اسمع المعلومه، لا انا هنزل اجيب الكولوسيز عشان خاطر احمي نفسي بعد كده. يمكن يا دكتور انا شايفه ان اهم حاجه في فقرتنا اللي حضرتك دايما بتطلعها معانا يا دكتور مصطفى ان احنا ننمي قوي فكرة وثقافة الوقاية، الوقاية خير من العلاج، لأن في ناس كتير ما عندهاش الثقافة دي خالص، في ناس كتير ماشية لحد ما يجيلها مرض وأبدأ بقى أروح أكشف وأبدأ بقى أخد دواء وأبدأ أعالج وأمشي في السكة دي، لكن فكرة إن أنا أمشي بمبدأ الوقاية خير من العلاج مش ناس كتير بتمشي بيه. ولكن إحنا يمكن منتج الكلوسيز حضرتك بتقول ويمكن قلت لنا قبل كده كتير إن هو متوفر، احنا هنقول طبعا دلوقتي متوفر فين، ولكن يعني اي حد يقدر ينزل من بيته يجيبه على طول. يمكن حضرتك قلت لنا قبل كده وهنقول برضو النهارده تاني ان سعره قليل جدا وممكن اي حد يقدر يجيبه، فليه ما نمشيش بمبدا الوقايه خير من العلاج ونجرب. يمكن حضرتك برضو قلت لي وعايزه حضرتك دلوقتي تقول لنا تاني امتى اقدر اشوف نتيجه للكلوسيز او نتيجه للتغير اللايف ستايل بتاعي او نتيجه للنشاط اللي هيبان عليا بعد ما ابدا اخد الكلوسيز عشان احس بقى ان هو هنا فرق معايا. يعني بصي يعني يمكن احنا بقول للمريض لا انت مش هتجرب، لان اوريدي احنا الثقافه دي موجوده في الدول الغربيه كلهم ان اوريدي دي اساس في حياتهم. انا اول ما اصحى من النوم باخد الكبسوله بتاعتي دي كانها بالظبط كانها حاجه اساسيه في حياتي. والدليل على كده ان احنا بنلاقي ان اللايف ستايل بتاعهم مستوى المعيشه بتاعهم مختلف عننا، من حيث الرياضه اللي بيعملوها، من حيث البشره نفسها. يعني تلاحظ مثلا انا ممكن اقول لحضرتك انك انت ممكن تشوفي حد مثلا من عايش يكون بره في الدول الغربيه عموما وتبص عليه تديله تقدري عمره مثلا تقولي ده عمره 50 سنه مثلا بفرض ما، وهي فعلا عمره الحقيقي يبقى 65. طب هو ليه كده؟ لانه حاجه زي الكولوسيز هو هناك بيتعامل طبعا مع منتج في نفس الكومبوننت نفس المكونات بتاعت الموجوده عندي في الكولوسيز بيتعامل بيها بس بياخدها بانتظام، فهو بيحمي نفسه. هو كان بياخدها من زمان، دلوقتي لقى النتيجه بتاعته اللي هو بدات التجاعيد ما تظهرش عنده. الفيتامين ايه زي ما حضرتك عارفه ان هو مسؤول ليه دور كبير جدا جدا في تجديد الخلايا والانسجه بالذات بتاعه الوجه البشره، نتيجه انه بيمد الكولاجين بالاكسجين الكافي. فحاجه زي دي انا يعني دلوقتي انا عندي السيده بقى مثلا او الراجل مثلا بيبقى عنده 30 او 35 سنه وبتظهر نوع من التجاعيد واضطر طب ده لا انا عايزه ابدا بقى ندور على الفيلر والبوتوكس هنا بقى. طب احنا ممكن طب نقي نفسنا بقى، ما انا من دلوقتي من وانا بتفرج على المعلومه وانا بسمع المعلومه دي لا انا عايز ابدا مع الكولوسيز، عايز ابدا حياه جديده، عايز ابدا لايف ستايل جديد، معيشه جديده معايا خالص. احنا هنا يعني تقريبا هنشوف بقى النتيجه على المستوى البعيد، هنشوفها في الصحة زي ما حضرتك قلت، هنشوفها في البشرة، هنشوفها في فرق بقى السن علشان نضحك على الناس بقى شوية بالسن خاصة بقى البنات احنا بنحب كده قوي يعني. بصي انا هقول لحضرتك حاجة، يعني انا بالنسبة لخبرتي في النقطة دي انا شفت يعني في بنات كتير جدا بيبقى في زي مناطق دكنة في الوجه، منطقة متفتحة فتحة اكتر عن منطقة تانية. طيب انا ايه اللي وصل نتيجة تعرض للشمس؟ تصبغات. طب انا دلوقتي انا لو خدت الفيتامين ايه من وانا بنت صغيره مثلا شابه صغيره مش لازم ان انا قبل ما اخرج للحياه وقبل ما اروح واعمل والكلام ده كله، دي بيفيدني جدا جدا ان بيمنع الموضوع ده. في حاجات تانية السيلولايت، يعني حضرتك عارفه ان السيدات الحوامل ربنا يقومهم بالسلامه بعد الحمل من الحاجات اللي بتخليهم يدخلوا في اكتئاب، اللي بيقول لك الله ده انا بطني منظر ايه الترهلات اللي حصلت دي، ايه السيلولات الدكنه اللي بتبقى ظهرت عليا دي، انا عايز الحاجات دي تختفي مني بسرعه.
بنقدر نقول لها لا، الحل موجود عندك، موجود في اقرب صيدليه منك في الكلوسيز، انك انت بتقدري تاخدي كبسوله او كبسولتين في اليوم. وعايز اقول لك حاجه كمان، ان بلس مع التمارين الرياضيه طبعا مهمه جدا جدا طبعًا. ان الحاجات دي كلها والبطن بترجع مشدوده تاني معانا، بلس ان انت بتفيدي ابنك كمان اللي في رضاعه. يعني هنا يا دكتور احنا ممكن ناخده في فتره الحمل ولا بعد الولاده؟ لا طبعا احنا بناخده في فتره الحمل، من بدايه من بعد الشهر الثالث بنقدر ناخده، وبل ان هو مهم، مش لازم يحصل ان يبقى فيه عندي الميه قليله او خلافه عشان اخد، لا خلاص ده بيفيد جدا. ان ما ننساش ان الكولوسيس برضو معانا فيه اوميجا 3 قلنا، وفيتامين دي وفيتامين الف، وبناخده بعد الحمل او بعد في رضاعه، امان جدا جدا في رضاعه طبعا جدا ناخده. اهو اذا كان امان في الحمل يبقى اكيد امان أكيد. جدا طبعا في الرضاعه طبعاً. واكيد كده كمان امن كمان للاطفال بالتاكيد. احنا واتكلمنا وهنتكلم في حلقات كتير برضو عن الاطفال وعن فايدتهم ايه. دي احنا يا دكتور عايزين نعمل حلقه مخصوصه كده للاطفال، يعني لان هم تقريبا اغلى حاجه في حياتنا. طالما لقينا منتج حلو قوي كده احنا نقدر نديه للاطفال يمكن من يير 1 زي ما حضرتك قلت، يعني فدي حاجه طبعا حلوه جدا بالتأكيد. يعني واحسن من اي منتج تاني ممكن بالتأكيد. يكون في حاجه واحده. وغير كده وكده انا برضو حابب ارجع تاني لموضوع البشرة مع حضرتك، ان احنا برضو نسينا موضوع حب الشباب. دي فئة كبيرة جدا من الشباب جدا بتشتكي، تقف قدام المراية بيبقى بروح لدكتور مرة واثنين وثلاثة وبرضو الموضوع ما بيتحلش معانا او بيروح ويرجع. انا عايز اقول لكم ان انتوا زي ما قلت لكم الوقايه خير من العلاج. انا عندي الكولوسيز، لو انا هقدر اواظب على كبسوله الصبح وكبسوله بالليل يوميا، انا هقدر احمي نفسي ان انا اقدر اروح للدكتور واقدر اخد علاجات وحاجات لوكال مثلا موضعيه، لا حاجات كتير جدا هتحميني الموضوع. طب احنا يا دكتور حب الشباب هنا يعني بشره يعني بنات بس ولا بنات واولاد؟ بنات واولاد طبعا كل حاجه. زي ما قلت حاجه احنا بنتكلم على فيتامين، بنتكلم على وقايه، الموجود ده كله في الكولوسيز معانا. طب يا دكتور يمكن في سؤال جه على بالي دلوقتي صدري. وممكن البنات اللي هي يعني بتحب تدقق قوي في التفاصيل يجي على بالها دلوقتي، في احيانا مكملات غذائيه بناخدها بنحس ان هي بتفتح الشهيه معانا او بتخلينا ناكل كتير فنتخن. طيب انا بقى احب اطمن إيه موقفنا؟ بقى انا بحب اطمنهم بقى خالص ان احنا بالنسبه لنا ان الـ بالنسبه للكولوسيز احنا هنمدهم بالطاقه، لان هو في اوميجا 3 زي ما اتفقنا هيديهم 146 اي تي بي، مش زي الجلوكوز بيدي 36. فبالتالي اوريدي انا لو خدت طاقتي كويس انا مش هضطر ان انا عايز اكل. ده غير ان هو بموضوع ازابه الدهون والكلام ده اللي في الوجه عموما كمان بيعمل ازابه الدهون الوجه، بيخلي وشي فيه زي ما بيقول فيه منسق، ما فيهاش فيه حته زياده فيه دهون زياده اللي هي عمليه الشفط دلوقتي النضاره طبعا. ده غير ان الجسم لا طبعا ما بيزودش، عايزين نقول الشهية اهم حاجه، ما يفتحش الشهيه معانا. انا باخده ده انا باخده في حالات التخسيس عشان بعد شهر واثنين من موضوع تظبيط السعرات الحراريه انا بضطر ان 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 الواحده فعلا بيحصل لها دوخه وتعب، لا بنقول لها ده بيفيدك في كل حاجه. بل ان هو من اول ما نبدا الطريق بتاعنا لا ابدا مع الكولوسيس. ما طبعا احنا هنا بنسند، يعني احنا دايما حتى الكالسيوم اللي احنا بناخده محتاجين فيتامين دي علشان يمتص في الجسم. فيتامين ايه دايما كلنا بندور تقريبا مصر. عليه في كل حاجه. الاوميجا دلوقتي كلنا فاهمين كويس قوي الاوميجا بتعمل ايه وبندور عليها، فهو اكيد حاجه مهمه جدا جدا جدا. وحابب اقول برضو ان هو مش مكلف جدا، لا ده احنا بنتكلم في سعر الشريط حوالي 14 جنيه. يعني انا بتكلم ان انا اقدر اضيفه على اي نظام غذائي اقدر ماشي عليه او نظام تخسيس بدون ما يحملني اي تكاليف. صحيح طبعا. واحنا حتى لو يعني اسره كبيره قوي في البيت احنا كلنا هناخد، وبرده التكاليف هتبقى يعني ضعيفه جدا. صدقيني مش هيعدي 8 كيلو او 2 كيلو سمك بجيبهم ومش هيديني. بحب قوي الكلمه دي من دكتور مصطفى دايما، يعني مش هيديني الكميه اللي انا عايزها من الفيتامين دي 3. الكولوسيس بيديني اوميجا 3 فيتامين دي وفيتامين طبعا. احنا مهما يا دكتور ناكل اكل حتى لو هو صحي تماما، لكن الدواء بيكون مركز فيه بتركيزات معينه، ويعني خلاصه يعني خلاصه الفيتامين اللي انا ممكن اكل عليها سنه علشان اخدها يعني. وعايز اقول برضو انها بتحميني جدا جدا من موضوع، في بعض الناس بتخاف جدا تقول لك طب انا خدت جرعه زايده خدت حاجه، لا انا عايز اقول لكم الموضوع ده عشان اقدر اوصل ليه ده يعني بضطر ان انا اخد مثلا زي ما قلنا 10 كبسولات في اليوم. ما فيش حد هيعمل كده. اخيرا يا دكتور واهم حاجه بس سريعا جدا، نقدر ناخد الكلوسيز منين؟ نجيبه منين؟ الكلوسيز بقدر متوفر في اي صيدليه، موجود في صيدليات مصر كلها. وده بالنسبه للكاستمر، بالنسبه للمريض يعني او الشخص عذرا اللي عايز ياخده. احنا قلنا وقايه، وتاني حاجه بالنسبه للساده الصيادله احنا عايزين نقول لهم ان هو موجود في توزيع الشركه المصريه وموجود في جميع شركات التوزيع الاخرى. يمكن دي يا دكتور احلى حاجه ان هو متوفر في كل الصيدليات، يعني انا انزل من بيتي اجيب المنتج واطلع ابدا اخده وامشيه اللايف ستايل بتاعي زي ما حضرتك قلت علشان دايما نعيش صح باقل سعر ممكن كده. باقل سعر. نورتنا يا دكتور مصطفى النهارده وشرفتنا، وان شاء الله نكمل كلامنا في قرارات قريب جدا. كان معانا النهارده منورنا دكتور مصطفى حامد،
احمد المستشار الطبي لشركه AMD، واتكلمنا النهارده عن منتج الكلوسيز واتكلمنا عن فوائده الكبيره جدا 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 اللي احنا يمكن النهارده اتكلمنا عن حاجه صغيره قوي قوي منها، ولكن استنونا دايما مع دكتور مصطفى وكل مره نعرف حاجه جديده عن الكلوسيز. خلصت فقرتنا، استنونا فقره جديده من عيش صح. يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقه جديده من إين بوكس برجك ايه، واللي بتنورنا فيها دايما خبيره علم الفلك والابراج سابي. سابي النهارده هتكلمنا عن كل برج واسمه، يعني حظ كل برج من اسمه هيكون ايه. الاول نرحب بسابي. ازيك يا سابي؟ ازيكم، عامله ايه؟ ازيك يا سابي؟ ازيك يا نون؟ الحمد لله. ازيك يا نون؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو. موضوع جديد يا سابي وفي نفس الوقت يعني اكيد هيعجب ناس كتير، وممكن نبدا بقى بشويه اسماء اللي هي بتكون درجه او اكتر من حد ممكن يتسمى بنفس الاسم. واشهرهم احمد ومحمد مثلا. خلينا نتكلم في اسم، ايه رايكم؟ يلا بص، خلينا نتكلم مثلا في اسم احمد. اسم احمد هو احنا الاول بنحسبها ازاي؟ بتحسبيها ازاي بالظبط؟ كل حرف ليه رقم. اوكي، كل حرف ليه رقم. مجموع الارقام ديت في الاخر بيطلع، لازم بيطلع عددين. خلاص، العددين دول بنجمعهم بيطلع رقم من 1 لـ 12. تمام، يعني اي اسم في الاخر بيديني من رقم 1 لـ 12. ماشي، اوكي. فعندنا اسم محمد مديني رقم، يعني الحروف كلها ادتني 15، هنجمع 5 + 1 بيديني رقم 6. اوكي، رقم 6 عندنا عنده دايما، يعني دايما يبقى يا اما صاحب مرض يا اما عنده حد دايما في حياته نحسه. اوكي، اسم محمد يا اما عنده مرض يا اما عنده حد في حياته نحسه، يا اما هتلاقيه محمد ده دايما بيغير كتير جدا، يعني دايما اسم محمد بيبقى عنده مشاكل كتير. يا اما مرض يا اما غيره كتيره جدا جدا، بيبقى شخص بيغير جدا جدا جدا. وغالبا اسم محمد دايما بيبقى لو معاه حرف الر او اله او اليه في اسم بيتعامل معاه دايما بيبقى فيه مشاكل، بيبقى لازم يبقى فيه فراق، ما بيكملوش مع بعض. هي او ر او يه او يه. اوكي، طب طيب عايزه اسالك يا سابي، يعني دلوقتي لو الاسم فيه مشاكل لصاحبه يعمل ايه؟ يغيره ولا لا؟ ولا يحاول ينقي له اسم تاني زي اسم دلع مثلا. يحاول يغير من اسمه. اوكي، يعني ناس كتيره جدا بيبقى مثلا اسمها ليها اسمه مثلا بيدلعوا باسم تاني خالص. فالاحسن ان هو يتنادى باسم تاني غير اسمه. حلو، طب ايه اسم تاني؟ طب نشوف البنات مثلا. منى. منى، منى مجموع اسمها 19. اوكي، ما بجمعهم بيديني 10. منى عندها دايما الفراق في صوره يا اما حبيبها ما بيكملش، يا اما واحده بتسافر، يعني عندها فراق مع اهلها. او مع الناس اللي حواليها اللي هي متربيه معاهم زي اصحابها قرايبها اهلها، فدايما بيبقى عندها فراق، يا اما فراق عن طريق حبيب مفيش عندها جوازه بتكمل او تحس ان عندها مشاكل او بتتجوز اكتر من مره، يا اما عندها سفر في حياتها في بعد، لازم يحصل بعد في حياتها من حد من قريب منها، يعني يا الاهل يا الحبيب. طب مثلا اسم زي فوزي من الاسامي اللي احنا محضرينها. عشان ما اجمعش، فاهمه قصدي؟ مفيش فوزي في طب يسري. في يسري. يسري، يسري مجموع 19. اوكي، بنجمعهم بيبقوا 10. دايما هتلاقيه عنده حد روتيني، حد ماشي جنب الحيطه، حد ما بيواجهش. اوكي، مش جبان، بس هتلاقيه ما بيدخلش نفسه في الامور اللي هو ما بيدخل، يعني ما بيحاولش يجيب اسمه بجمله مفيده، ما بيحاولش يواجه، ما عندوش المقدره على ده. اوكي، ما بيتدخلش في حياه حد مثلا، او ما بيفهمش نفسه. هتلاقيه شخص منطوي او حاسه ان هو ايه، روتيني اكتر. اوكي، ده يسري صح؟ طب خالد بقى. خالد. خالد مجموع اسمه بدعي بقى يا سابي. مجموع اسمه 14، يعني بيدينا 5. اوكي، 14 يعني 15. 14 بنجمع الأربعة والواحد. 14 يعني 15. برافو. بص، خالد دايما لازم يبقى عنده جواز. اوكي،
احنا قلنا كده يعني من الشخصيات اللي بيتجوزوا وبيخلفوا اوكي ومن الاشخاص اللي هم دايما دايما الناس اللي حواليها بتتدخل في اللي ملهاش فيه، يعني دايما الناس اللي حواليه بيتدخلوا في اموره زياده عن اللزوم. زينا بالظبط. دايما بيقابل اشخاص سواء قرايب سواء اصحاب سواء قرايب او اصحاب دايما بيبقوا مركزين معاه بيتدخلوا في الامور اللي هم ما تخصهمش. خالد بيقول لك او زملاء عمل او زملاء عمل اوكي دايما بس هو لازم خالد دوت لازم بيتجوز وبيخلف بس هو عادة بيتجوز جواز خالد ده دايما بيتجوز جواز تقليدي او مش بيلاقي نفسه مع اللي بيتجوزها هو بس بيبقى عايز يعمل اللي هي الشكل الاجتماعي اللي هو يتجوز ويخلف ويبقى حد كويس ومناسب ان هو قدام الناس مش قدام الناس يعني دايما بيبقى بيحب حد ومتجوز حد لما بيتجوزش اللي بيحبها ليه علشان اللي عايزه ما بيحصلش اللي هو نفسه فيه ما بيحصلش يا عيني ده طلع غلبان محظوظ اوكي ودايما بيبقى محظوظ على فكره اسم خالد من الاسامي المحظوظه اوكي بس بس هو دايما بيحب بيبقى قافل على نفسه يعني هو دايما حد قافل هو كتوم غامض كده هو لا هو دايما قوي. بيبعد عن الحاجات عن يعني ممكن يبقى في تجمعات عاديه اللي هي ما فيش حد هيتدخل بيبقى في حدود في التجمعات دي لكن ما عندوش ادنى استعداد ان هو حتى وهو في بيتهم يعني مثلا من وهو في بيتهم مع اهله هتلاقيه سايلنت هتلاقيه ساكت اكتر هتلاقيه منطوي هتلاقيه موجود ومش موجود الحاضر الغائب ده الحاضر الغائب مضحي قوي مش مضحي بس هو مش اجتماعي ومش اجتماعي لا خلاص احنا خدنا خالد اكتر من وقته يعني كفايه كده مش عشان المخرج هنفضل نتكلم عنه كل ده طيب اسم تاني مثلا زي رأفت عندك رأفت؟ طبعا رأفت مجموعة 15 بيساولنا 6 رأفت دايما عنده دايما من الاسامي اللي شايله الهم هو دايما يعني بيضحك بيهرج لكن هو داخليا ما بيبقاش دايما مبين زي ما هو متعايش اوكي دايما عنده لازم في نهايه عمره يبقى عنده مرض يعني في حاجه بيشتكي منها اوكي بيبقى هو انسان مهمل يعني هو دايما في ان هو يبقى واخد باله من صحته ده مهمل فيها دايما بيسيب الحاجه لما تحصل في الاخر خالص ده رأفت طب يسرى يسرى مجموعها 28 اوكي هتديني في الاخر 10 هي من الشخصيات يسرى من الشخصيات اللي عندها دايما حبيب بتجري وراه اوكي وهي عاطفيه جدا يعني من الاشخاص العاطفيه جدا دايما اكتر من 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 حد يعني هتتجوز اكتر من مره يسرى دي بتتجوز اكتر من مره عندها زحمه كتير في حياتها بس هي مش بتاعت حد او هي مديهم احق بان هي بتاعتهم كلهم او معاكم كلكم وفي زحمه كتير بس الزحمه دي كلها على الفاضي دايما يسرى ديت مثلا حد دايما الاسم ده بيبقى حد في شهر اكتر شهره مع صحابه عنده صحاب كتير لو في شغله مشهور عنده اجتماعي جدا 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 لكن هو مش يعني في زحمه على الفاضي طب ايمان ايمان مجموعها 21 اوكي يعني هتدينا 3 ايمان من الاسامي اللي عندها هنا وسعاده في حياتها حلو من الاسامي اللي عندها سعاده وهنا في حياتها اوكي وعندها دايما بيبقى عندها استقرار اسم ايمان دايما بتدور على الاستقرار بس هي ما بتلاقوهوش دايما اوكي لان ايمان دايما عندها سعاده وهنا ومرزقه جدا بس دايما اختياراتها غلط اوكي تمام طب ياسمين معانا والله ياسمين مش معانا طب نوران نوران مجموعها 19 اوكي يعني هتدينا 10 اوكي احنا لسه جامعين دلوقتي على فكره بصي انت عندك دايما الحب ما بيكملش في حياتك شكرا اوكي
دايما الحب عندك ما بيكملش، ودايما عندك فراق. يعني لو حتى بقى عندك استقرار عاطفي واتجوزتي، هتلاقي نفسك لازم يبقى فيه فراق. الفراق ساعتها هيحصل بايه؟ بان انت مش هتبقي يعني مش قاعده في البلد اللي انت عايشه فيها، هتبعدي عن اهلك مثلا. لو في جواز وفي استقرار هيبقى فيه فراق مع العيله، هتبقي مسافره بتقابليهم كل فتره عنهم. ولو انت مع العيله فراق بيجي، لازم الفراق بيبقى متعايش معاك، يعني لازم في فراق في حياتي. اغير اسمي على فكره. صح على فكره. وفي كمان معلومه عايزه اقولها لكم، دايما الاسماء اللي فيها اللي بالنادي فيها، زي مثلا هيا مثلا، هاله، اللي هو بتحس ان انت بتنادي في مد بالنادي عليها، اوكي، كانك بتنادي على حاجه بعيده. مالها بقى الاسامي دي؟ اسامي بتبقى متعبه شويه. دايما بتبقى يعني نجمها خفيف، حظها قليل، بتاع عندها مشاكل كتير، لان في مجهود فيها. يعني هي شخصيه، يا اما هي بتبقى شخصيه متعبه ومرهقه وعناديه جدا جدا، يا اما حياتها بتبقى متعبه، يا اما حياتها بتبقى متعبه. المهم ان هي في الاخر بتدي نتيجه للاشخاص اللي في حياتها في تعب. يا اما هي بتبقى حياتها فيها تعب، اوكي، ده نتج عن اختياراتها، يا اما بتبقى هي اصلا شخصية، هي شخصيه متعبه وعناديه، فدايما تصرفاتها بتنفر الناس من قدام. اوكي. في حاجه تانية، الاسامي دايما اللي بتنتهي بحرف الهمزه، زي صفاء، آلاء، اسماء، ولاء، صفاء، علاء، اوكي، دول بيبقوا دايما شايلين مسؤوليه وهم مش فرحانين. يعني هم دايما عندهم يا اما حد مريض مسؤولين عنه، يا اما في مشاكل بيحلوها طول الوقت، اوكي، يا اما في مشاكل بتجيلهم طول الوقت، لكن مش هم، اوكي، مش يعني هم دايما تعبانين، بس مش ليهم هم، للي حواليهم، لحد حواليهم هم مسؤولين عنه. في مشاكل دايما في حياتهم، اوكي، دايما ما عندهمش حظ في الحب، بيبقوا متعايشين وعايشين وبتاع، بس دايما بيبقى من طرف واحد، يا اما هم بيحبوا يا اما هم بيتحبوا. يعني يا اما هي متجوزه حد ما بتحبوش بس هو بيحبها، بس هي ما بتحبوش، يا اما هي بتحبه، يا اما بتحب حد وهو مش بيحبها. yeah. فدايما الاسامي اللي موجوده فيها حرف الهمزه في الاخر ده مش حلو. دايما نحاول يعني يتغير، نلاقي اي اسم دال عليه. عندهم دايما شقة، فاهمه قصدي؟ لكن مش هم السبب، اسمهم لا، مش هم سبب، هم اللي حواليهم هم بس. ممكن ساعات بيبقى الاسم ممكن ياخد حظ احسن شويه لو برجه قوي. يعني دلوقتي لو الاسم حظه قليل، اوكي، لان ليه بنقول ان الاسم دوت مثلا بيبقى حظه قليل او حظه حلو؟ اسمك دوت هو من ساعه لما انت اتولدتي اتسميتي بيه، اوكي، غير البرج. البرج ممكن تتولدي في نفس اليوم النهارده، بس في ساعات بتختلف عن ساعات. في ناس ما بتكتبش تاريخ الميلاد في نفس اليوم، وممكن يتاخروا او يغيروا عشان المدرسه او لكن الاسم ده بيبقى من ساعه لما بتولدتي لغايه حتى لما في النهايات، حتى لما بتحاسبي هو اسمك. فانت حظك من اسمك، تمام. فلما بيبقى ساعات برجك قوي ومحظوظ والاسم هو اللي فيه مشكلة، ممكن الدنيا تتساوى شوية، تختلف معاكي الأحداث، تختلف شوية، بيبقى حظك أعلى شوية. أو لو اسم الأم قوي. طب إيه علاقة اسم الأم باسمي أو اسم لأن الولد؟ الحسابات الروحانية أو في الآخرة ما نيجي نتحاسب هنديكوا باسمك واسم مامتك، مش باسمك واسم باباكي. تمام. طب ايه تاني؟ محضره لنا مايور ولا لا؟ لا. ممكن نحضرها في الفاصل. طب نورا؟ هنحضرها في الفاصل برضو؟ يعني حضرتي نوران يا سيدي؟ ده لسه دلوقتي حالا في حضرتها في الكواليس. طيب ماشي. طب اسم مثلا زي سناء، احنا قلنا الحاجات اللي اخرها همزه. دي يعني مثلا سناء رقمها 21 مدينا رقم 3. رقم 3 عندي دايما عنده تعب. دايما من وهو صغير عندها حاجه جسمانيا تعباها، بتزيد كل ما بتكبر. يعني بتبقى صاحبه مرض في حاجه، يعني حاجه بتكبر معاها كل ما بتكبر، اوكي، دايما بتبقى
حد شقيان شايل مسؤولية. دي سناء. سناء. طيب ناخد شوية أسامي بقى الأولاد. أمجد. أمجد. معاكي أمجد؟ لا أنتوا حاطين لكم أسامي. طب تامر. لا أقول أنا الأسامي اللي معايا. قولي قولي. عندي اسم قلنا رأفت. إحنا قلنا رأفت. وقلناش ولاء. لا ما قلناش ولاء. أوكي. ولاء مجموعه بيديني 20، يعني هو في الآخر بيديني رقم 2. أوكي. ده حد بيبقى رغم ان هو عنده التعب اللي موجود في حياته بس عنده ميراث دايما. عنده فلوس، عنده ثروه سوري. يعني دايما يا اما عنده ميراث هو ورثه، يا اما هو شغال شغلانه حلوه بتجيب له فلوس كتير قوي. اوكي. محبوب من الناس كتيره جدا جدا جدا، بس هو كل مشكلته ان هو الهمزه اللي في الاخر دي رغم السعاده اللي هو عايشها او الرزق اللي فيه، بس دايما عنده مشكله من طرف حد مخليه مش مرتاح في حياته. طب ما ولاء في مد وفي همزه. ولاء في مد وفي همزه. الحاجتين مع بعض بقى. الحاجتين مع بعض. لا هي الاسامي على حسب ما انت مش 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 بتتكتب. على حسب ما بتتنطق. ولا احنا عندنا تقريبا ثلاث ارباع الاسماء بنمد فيها حتى الاسم مش يعني لا يعني يعني مثلا هبه. دي ما فيهاش هبه. يعني فيها يعني هي المفروض هبه بس هي هبه. يعني ما بتيجي تقولي هبه بتقولي هبه بس ما مش هبه. يعني ما بننطقهاش صح. لا هي بتتكتب هبه لكن هي لما بتيجي تنطق هبه. اوكي. اوكي. طيب مثلا اسم هبه من الاسامي المتعبه على فكره. ليه؟ لان الهاء في الاول والهاء في الاخر. هي اخرها ته مربوطه. لما يكون اسم في حرفين يعني شبه بعض. شبه بعض بس وكمان قفلت في ابتدت بيه وانتهت بيه ده مش حلو. ايوه بس دي ته مربوطه مش هي. هي بس هي بتتنطق هبه. طب هي يعني الاسم حسب كتابته ولا نطقه؟ لا ما هو كده كده ما هي الهي في الاخر بتتكتب زي ما بتتكتب في هبه. لكن هي في الاخر هي. يعني ضاف لها حاجه يا سيبي زي مثلا هبه الله. هنا تختلف. لان خلينا نقول ان الاسامي اللي بتبتدي في الاول او في الاخر ببسم الله الرحمن الرحيم بتختلف معاها 180 يعني ايه كلمه بسم الله الرحمن الرحيم. اي حرف من بسم الله الرحمن الرحيم اوكي لما بيبقى في البدايه بيجي في البدايه وبيتكرر اكتر من حرف مرتين ثلاثه من كلمه بسم مثلاً الله. يعني مثلا بسم لو قلنا اسم بسمله او بسمه او بسمه ده بتبقى حاجه من الاسامي الحلوه لان عندها حرفين ثلاثه من بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. يعني لو منة الله او ايه الله اللي في اسمها اي اسم في الله. بيبقى حلو جدا جدا وبيبقى محظوظ ومهما حصل له من حاجه لازم تلاقيه الدنيا اختلفت معاه 180 درجه. طب سامي انت قلتي انه الاسماء اللي بيبقى اول حرف واخر حرف شبه بعض بيبقى فيها مشكله. مش واخدين بالكم من حاجه. نورهان. نورهان مشكله. اسمي فيه مشكله. او نورهان. وخصوصا لما الحرف بتبتدي بيه وبتنهي بيه. مش متكرر في النص او هو في الاول يعني بيبدا ويختم. دول بيبقوا مفيش يعني دايما بيبقى عندهم تعب. ما بيلحقوش يفرحوا، لو فرحوا لازم يتنكدوا. مفيش حاجه عندهم بتكمل. في شقه في حياتهم. في شقه. حتى لو يعني لازم يبقى في حاجه في حياتهم تعباهم. اوكي يعني دايما ايه مش هنقول مثلا يعني 50% في الشغل و50% عاطفيا وفي الحياه اجتماعيا 50%. لا هم مش وسطيين. هم هتلاقي في حاجه حلوه عندهم وحاجه ثانيه وحاجه ما فيش خالص مش موجوده حتى لو ظهرت ما بتكملش. حلو جدا 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 اللي انت بتقوليه ده يا سيدي. معانا ايه تاني اسماء؟ طيب عزه مثلا. معاكي عزه؟ لا انتوا مدياني اسامي غير حنان. طب ما تيجي نعمل اسم اسامي سيبي. لسه هنكمل كلامنا معاكي ونكمل بقى بقيه الاسماء والارقام ونحضر شويه حاجات كده في الفاصل. بس هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل ان بوكس برجك ايه. ورجعنا لكم
لكم من جديد ولسه مكملين معاكم إن بوكس برجك إيه مع خبيرة علم الفلك والأبراج سابي. والنهارده بنتكلم في موضوع حلو قوي وهو حظ كل برج من اسمه أو حظ كل واحد من الاسم بتاعه. سابي نكمل كده الأسماء. أيوة حضرناها. نبدأ بنورة. لا بنورة شفتوا الموضوع ضحية. نورة مجموعها 5. أوكي نورة من الناس اللي بتحب تتجوز تخلف. أوكي بتحب تعمل الشكل الاجتماعي. اوكي بتحب كل حاجه تبقى موجوده في مكانها. اوكي لكن هي عندها مشكله ان هي بتتضايق لما حد يتدخل في يعني في اللي ما يخصوش. يعني دايما الناس اللي حواليها بيتدخلوا في امورها وهي دايما بتصد. زيك يا خالد ثلاثه انا وخالد زي بعض. اوكي دايما بتصدي إن لا بس انت بتصدي بتردي. اوكي ما بتسكتش يعني. لانه هي دايما بتحب تبقى يعني كل حاجه مترتبه في حياتها. طيب بتحبش المفاجآت يعني. منظمه يعني. حلو ماشي كفايه كده على نورة. ندخل على ميار. ندخل على ميار. ميار مجموعة اسمها بيديني 17 يعني في الاخر 8. 8 ميار دايما عندها فراق يعني لو اتجوزت هتطلق. لو دايما فراق عندها اكتر من جوازه في حياتها. اوكي عندها دايما فراق يا اما بتبقى مفارقه عيلتها تبقى هي في حته وهما في حته. يا اما فراق في الحبيب. اوكي يا اما عندها في فراق في حياتها يا اما مثلا الفراق برده من ضمن الفراق. اوكي ان في الخلفه يا تجيب بنات بس يا تجيب ولاد بس ده فراق برده. يعني هي عندها فراق من نوع من انواع الاولاد. ده برضو نوع من انواع الفراق. تغير اسمها ولا ايه ده مفيش حاجه؟ لا حد لازم تدور على اسم دلع. ميرو. اوكي ميرو لازم تدور على اسم دلع عليها مش على اسمها لان في اسماء كتير يعني بعيد أحسن يعني يبقى صاحبها. بعيد عن الحروف بتاعت اسمها اصلا. هتحاول تغير يعني ابقى اعمل لها حزب الحزبه بتاعت اسمها واسم كام اسم ليها دلع وتختار منهم اسم. طيب ايه تاني احنا حضرناه؟ كريم. حضرنا كريم. كريم مجموعه 18 يعني بيديني في الاخر 9. 9 كريم دوت من الناس اللي دايما عندها سفر كتير. اوكي كريم دوت هيبقى حد بيسافر كتير في حياته. هيبقى عنده سفر كتير في حياته عنده رزق كتير. عنده سفر. عنده يا اما عنده حد من عيلته دايما مسافر. اوكي بس هو غالبا 90% بيبقى عنده سفر كتير في حياته. يا اما مثلا هو بيبقى مثلا من بلد داخل مثلا يعني مثلا هو من بلد. اوكي وبيشتغل في بلد تاني. يعني مثلا هو قاعد في القاهره وممكن يبقى مثلا من المنصوره او من اسكندريه. بيسافر. في سفر بيقول. يعني ما بيعيش في البلد اللي اتولد فيه. اوكي طب فاروق. اوكي عندنا فاروق. احنا ما كتبناش. ما عملناش فاروق. احنا قلنا حاتم. احنا قلنا حاتم عايزين نشوف حاتم. قلنا حاتم. حاتم مجموعه 12 يعني بدينا 3. حاتم من الاسامي اللي عندها دايما حزن يعني تحس ان هو بيبين حاجه لكن هو داخليا حاجه ثانيه. دايما بيبقى لابس زي ماسك. لابس يعني دايما عايز يوري الناس حاجه وهو حاجه ثانيه خالص. ما بيحبش يكشف عن نفسه. حتى من الاسامي اللي ما بتحبش تكشف عن نفسها. يعني لو حزين ما يبينش حزنه. لا ما بيحبش يبين هو ايه اللي جوه. او هو بيعمل ايه دايما. بيداري بيخبي. اوكي ده حاتم. طب ايمن. اوكي ايمن مجموع اسمه 20 يعني في الاخر بيديني 2. ده من الشخصيات المرزقه جدا. اسم ايمن مرزق جدا 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 بس هو عنده عيب كبير. هو لو بيتكلم كتير يعني لو يبطل يتكلم الدنيا عنده تمشي. اوكي يعني هو من الناس اللي بتحسد نفسها بنفسها. يعني في اشخاص ممكن يحسدوا نفسيهم قبل ما الناس تحسدهم بان هما بيتكلموا كتير بيقعدوا يفكروا كتير اللي هو بينبروا على نفسهم قبل ما بتحصل الحاجه. اوكي طيب في اسماء تانية سامي. في عبد الرحمن. طلبته مجموع اسمه 44 بيديني في الاخر 8. عنده في حياته دايما بيبقى هو شخصية حساسة او ما بيعرفش يدافع عن نفسه او ما بيعرفش يعبر عن نفسه.
اوكي، ممكن يبقى شغال كويس بيعمل شغل كويس لكن ما بيعرفش يعبر عن نفسه، ما بيعرفش يعمل شو زي الناس اللي حواليه. اوكي اوكي، حتى لو بيتكلم اجتماعي بس ما بيعرفش يقول جمله مفيده تنفع نفسه. ما بيعرفش يسوق لنفسه يعني. بالظبط. طيب. ناخد رسائل. اه يلا بينا. يلا. في رساله زينب 28/8 بتسال عن الحياه الزوجيه والحمل، وبتقول جوزها احمد 8/6. اوكي 28/8 هي عذراء بس تاخد من اول 10 ايام في الاسد. سوري هي هي لا هي 28/8 هي عذراء بس تاخد هي اول 10 ايام في العذراء فتاخد من الاسد. اوكي 28/8 عذراء ماشي. اوكي جوزها كام؟ كام 6؟ 8. 8/6 هو جوزاء. الاسد والعذراء ما بينفعوش تماما مع الجوزاء. ما ينفعوش تماما مع بعض. هي شخصية قوية لأنها أسد وعذراء، من الشخصيات القوية جدا جدا جدا. أوكي وهو شخصية هادية يعني ممكن يكون قد يكون مستفز ليها. هي حد من النوع اللي حياتها ماشية بسرعة رتمها بسريع، هو رتمه بطيء جدا، هو بيحب ياخد وقته، يحب يفكر، الجوزاء يحب يفكر ياخد وقته، فطبعا في فجوة ما بينهم هما الاثنين. هي حد بيجري وسريع وبتفكر بسرعة ومهيبرة، وهو حد هادي زيادة عن اللزوم. اوكي طب الحمل؟ الله اعلم. طيب معانا مسج من امنيه 16/3 واحمد استني بقى عشان المسج طويله قوي يعني بعت عائلتها كلها. هي 16/3 واحمد 5/5، هي بتسال في ارتباط قريب والتوافق ما بينهم ايه؟ التوافق ما بينهم جيد جدا لان هي 16/3 هي حوت وهو تور، طبعا بنسبه 90% ناجحين جدا، وخصوصا ان الراجل هو اللي طور وهي الحوت. بيبقوا ناجحين جدا وبيتجوزوا وبيخلفوا وبيسافروا وبيبقوا معاهم فلوس وبتبقى حياه حلوه. حلو يعني هيبقى فيه ارتباط وتوافق. طبعا حلو جدا. طيب مامتها بقى 2/12 برج، هي بتقول ان القوس. تمام 12 قوس. وباباها 9/11. عايزه تعرف التوافق علما بان باباها متجوز واحده ثانيه 25/6 وهتكمل. اكمل استني ما اكمل كده. وهي عايزه تسال هتكمل معاه ولا هينفصلوا اللي هي مرات باباها. واحده واحده. طيب. انا دلوقتي عرفت مامتها وعرفت باباها. مامتها قوس وباباها عقرب. بالظبط كده. مرات بقى باباها 25/6. 25/6 يعني جوزاء تقريبا. جوزاء لا هي 25/6 سرطان بس تاخد من الجوزاء. واحده واحده بقى. اوكي مامتها قوس وباباها عقرب. هنا احنا كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت على برج العقرب ان هو مزواج، ان هو اكتر من واحده في حياته. اوكي هو عقرب ومراته قوس. مراته شخصيتها قويه عليه. القوس شخصيته قويه على العقرب. طبعا وهو بيحب يكبر دماغه. اوكي لان هي اللي بعده، هي اللي فوق. اوكي هي شخصيتها اقوى منه. هو بقى اتجوز واحده شخصيتها لا. اضعف والتانية كمان جوزاء، يعني هي التانية سرطان واخده من الجوزاء، شخصيتها برضو قويه. اوكي بس هو يستحمل القوس لان القوس بتعرف تعمل الحاجه وهي بتطبطب. اوكي الثانيه دبلوماسيه بتعرف تطبطب وهي بتزعق. بتعرف تزعق وهي بتضحك، يعني تزعق وتضحك. انت قصدك القوس؟ اوكي معاملتها مع 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 اخواتها حاجه ومع جوزها حاجه ثالثه. اوكي لكن نيجي بقى للثانيه. الزوجه الثانيه اللي هي 25/6 جوزاء. السرطان احنا دايما بنقول بنات السرطان دايما بيضيعوا حقهم بطريقتهم. وهي كمان جوزاء يعني بتشغل دماغها وبتعلي صوتها. ومشكله الراجل العقرب اقتليه وهاتي له حد التون بتاعه يعلى يزعق يعمل. هو مش يعني هو بيهرب ما بيواجهش. لكن ما بيحبش الشوق، ما بيحبش الصوت العالي، ما بيحبش الفضايح، ما بيحبش حد يسمعه، حد يعرف عنه حاجه، يعني ممكن يتخانق هو وحد بينه وبينه، لكن الناس تعرف وهيصه والدنيا تبقى كل الناس تعرف لا. فمش هيكملوا. مش هيكمل مش مع مراته الثانيه. مش يعني هيكمل مع الثانيه لكن قبل ما يسيبها هيكون عارف غيرها. ما شاء الله. لان العقرب راجل وست لازم يبقى فيه سبير. ما بيحبوش يقعدوا فاضيين. طيب في رساله ثانيه بتقول انا 17/9 وجوزي 1/9 عايزه اعرف التوقعات والابراج. هي 17/9 هي عذراء اخر 10 ايام تاخد من الميزان
وهو 1.9 هو عذراء، هي شخصيتها اقوى بكتير. اوكي. بس هو بيعرف، هو 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 من الابراج، رجل العذراء كياد يعني، ما بيردش، خصوصا ان هما من يوم 1 ليوم 9 من يوم 1 ليوم 10 9 دول بتحس ان هما ما بيردوش دايركت، بتحس ان هما بيردوا من تحت لتحت. اوكي. هي واضحه جدا، هي شخصيه واضحه جدا جدا، و يعني ما بتعرفش تلبس ماسك، دايما مضيع حقها بطريقتها. اوكي. تمام. عادي، ما تركزيش معايا. دايما مضيع حقها بطريقتها، لكن ما ينفعوش هما الاثنين في شهر 9. ما انت قلتي ان هما مفيش توافق. طيب. طيب في رساله ثانيه، الراجل 14 10 ومراته 9 8. اوكي. هو 14 10 و9 8 هو ميزان. هو ميزان عقرب، وهي 9 8 اسد، طبعا ينفعوا مع بعض جدا. ست الاسد وراجل الميزان او العقرب ينفعوا مع بعض جدا. لا ليه؟ انا بحس ست الميزان مع راجل الاسد لطاف مع بعض. ما بيكملوش. اوكي. ما يكملوش. لكن ما هو في ابراج مع ابراج لو عكسناها ما تنفعش. ممكن لا، هيبقى في ارتباط لان في منهم كيمستري، لكن في ارتباط لكن ما يكملش. زي مثلا ست الاسد وراجل القوس يتجوزوا او يرتبطوا بس ما تكملش. اوكي. لو قلبناها ست القوس وراجل الاسد يتجوزها تكمل. تكمل ويعيشوا حتى لو في مشاكل يكملوا برضه. اوكي. يعني صحاب المسج دي في توافق. طبعا في توافق جدا جدا، لان هي ده هو ميزان وعقرب، ودايما برج الاسد ميزان الابراج الهوائيه والمائيه حلوين جدا معاه. طيب معانا مسج من شيماء، هي 6 9 ومحمد 20 8، عايزه تعرف هل في توافق ما بينهم ارتباط وهو متمسك بيها، ولا تصرف نظر عن الموضوع اصلا؟ هي 6 9 هي عذراء. هنا برضو نفس المثال اللي احنا كنا بنتكلم فيه. هي 6 9 عذراء وهو اسد. اوكي. ينفع مع بعض جدا. اوكي. لكن هو بيماطل. هو بيماطل، هو دايما حاطط اللي قدامها في اختبار. يعني هو متمسك دايما بيحط الست في اختبار طول الوقت. يعني هو متمسك بيها وبيماطل، ولا بيماطل عشان هي تزهق وتسيب الموضوع؟ لا، كله هو بيماطل لان هو ده طبعه. بيحب يمط المواضيع علشان طول الوقت هو حاطط بيحطها في كذا امتحان، في كذا موقف. راجل الاسد دايما فاكر نفسه امتحان على ايه يعني؟ راجل الاسد دايما فاكر نفسه ضابط مخابرات، ضابط امن دوله. هو وراجل الميزان هما الشخصيتين دول بيبقوا فاكرين نفسهم ان هم ضباط مخابرات امن دوله، بيحبوا دايما عايشين الحياه اندايركت، دايما الاسئله بتاعتهم وطريقتهم غير مباشر. يبقوا بيسالوا حاجه بعيد هناك عشان يبقوا عايزين يعرفوا حاجه تانية خالص. صح. طيب رساله تانية، منال 15 6 وزوجها محي الدين 12 12. هي 15 6 هي 15 6 هي جوزاء اخر 10 ايام تاخد من السرطان. هو كان معلش سوري 12 12 12 12 ده قوس. قوس جدي. فما بعد جدا. طب حلو. ست الجوزاء وراجل القوس من الابراج اللي عايزين نبقى نعمل حلقه الابراج، توافق الابراج مين ينفع مع مين. نبقى نعملها. ماشي. ينفع مع بعض جدا لان هي اللي جوزاء سرطان وهو اللي قوس. طيب برج الحوت 3 ايه 1 3 وجوزها وجوزها 26 6 السرطان، هنكمل مع بعض ولا لا؟ لا مش هيكملوا لان الابراج المائيه مع بعضها بيبقوا ادامهم مش حلو على بعض. يعني وخصوصا كمان ان هي حوت. اوكي. وهو سرطان. اوكي. هو ادمه عليها مش حلو، هو اللي ادمه عليها مش حلو. هو اللي ادمه وحش على عليها. اوكي. انت قلتي الحوت السنه دي وشه حلو على الناس. هو الحوت مش حلو على الناس، لكن ما انت زي ما كنا بنتكلم من شويه عن الاسامي، ان ممكن في اسم يقلل من 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 رزقك او من حظك. برضو في اشخاص في حياتك لو موجودين ياخدوا منك. تمام. طب احنا لسه مكملين معاك يا سامي، بس هنطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا من ان بوكس برجك ايه مع سامي. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا من ان بوكس برجك ايه مع خبيرة علم الفلك والابراج سابي. سابي، توقعات الابراج الايام دي ايه؟ هنبتدي بالحمل. يلا الحمل الفتره ديت بقول له اوعى تمضي على ورقه الاسبوع ده او ال10 ايام دول. اوكي. لان في 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 زي خيانه، عقد هيمضيه، ديل بيعمله،
بلاش يمضي على اي حاجه خالص او اي حاجه في حكومه، اي حاجه حكوميه، اي حاجه في اصلاح حكوميه، اي حاجه عقد ورقه امضى بلاش، لان في خيانه بالنسبه له او في حاجه هيضلل فيها مش هيبقى شايفها صح. اوكي لان هو اوريدي الحمل بوجه عام الفتره اللي فاتت دي كلها الدنيا عنده مش حلوه جدا. اوكي بقى له فتره الدنيا عنده مش حلوه، وهو كان السبب في اللي هو فيه دوت اختياراته بطريقته بفكره. اوكي فبقول له يهدى شويه الفتره دي، بلاش يعمل اي خطوه خالص في اي حاجه فيها امضاء او اي حاجه. تمام. برج الثور بقول له ان انت الفتره ديت عندك عقد جديد، ناس جديده، في ديل جديد هيخلصه او هيتعرض عليه حاجه جديده في شغله عمليا. في حاجه جديده في برج الثور سواء على الصعيد العملي او العاطفي. اوكي عنده يا اما ارتباط جديد او بالنسبه لها ارتباط جديد، يا اما عقد جديد، يا اما هي بالنسبه لها برضو حاجه جديده هتروح. اشخاص هتشوفهم جداد في حياتها سواء بقى عاطفيا او عمليا. اوكي نيجي للجوزاء. الجوزاء بقول له ان الجوزاء الفتره دي، لان طبعا الجوزاء احنا بقى لنا شهر بنقول الدنيا عنده ملخبطه، لا حلوه جدا، مش بقول عنده فرح. مش كنت بقول عنده فرح فاكره؟ هي الدنيا ملخبطه عند الجوزاء يا لا 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 الجوزاء طيب. الفتره اللي فاتت دي عمليا في عمليا عاطفيا لا لا عاطفيا هو بيدور على حب. الجوزاء عاطفيا الفتره دي بيدور على حب جديد، هو وهي يعني البنت هو وولد. بنت وولد لان هم الفتره اللي فاتت عمليا كانت الدنيا ماشيه حلوه جدا جدا جدا، وجالهم ودخل لهم فلوس وراحوا مكان جديد او اخذوا سلموا فلوس او اترقوا في الشغل اللي هم فيه يعني عمليا وماديا حلوه جدا كانت الفتره اللي فاتت، فخلاص بقى اطمنوا قعدوا بيدوروا على الحبيب. اوكي حتى لو هم في حياتهم حد حسوا ان هو بقى خانقه نكد اسئله كتير لود، بيدوروا على حد جديد، بيهربوا في حد جديد. لان دايما برج الجوزاء ست وراجل لما بيتزنقوا بيحبوا يخلعوا ويروحوا لحد جديد. اوكي فهم الفتره دي بيدوروا على حد جديد وهيظهر لهم حد جديد. اوكي نيجي لبرج السرطان. بقول للسرطان لان السرطان كان الفتره اللي فاتت ديت عامل نكد وعامل دراما كوين فعلا، بقى لهم مثلا بتاع شهرين ثلاثه واكتئاب بقى وحاله غريبه جدا جدا، وفعلا هم من شهر 12 الدنيا كانت مش حلوه عندهم. بقول لهم افرحوا لان الفتره اللي جايه بتاعتكم تحس ان ربنا هيراضيهم، لان هم اتخانوا الفتره اللي فاتت في شغل، اتخانوا كانوا مستنيين رد معين ووعود كتيره والدنيا عندهم باظت، فبقول لهم افرحوا الفتره اللي جايه عندكم امضى، عندكم شغل جديد، عندكم الامضى او الشغل ده بفلوس كتير لان انتوا على الشهر الجاي داخل لكم مبلغ من المال غير طبيعي. اوكي عندهم عقد هيمضوه، قلبهم هيفرح بس عمليا مش عاطفيا. اوكي يجي برج الاسد. برج الاسد بقول لهم خلي بالكم انتوا في حاجه جديده عمليا داخله حياتكم. اوكي شغل هيبقى مع اكتر من حد، يحرصوا من الاشخاص اللي هيتعاملوا معاهم الجداد اللي في حياتهم. يعني بقول للبرج الاسد حرصوا من الناس الجديده اللي داخله حياتكم وخصوصا في الشغل. اوكي هو في الاخر كده كده في الاخر النتيجه هتبقى لصالحهم هم، يعني في الاخر الشغل اللي هم داخلينه النتيجه هتبقى لصالحهم، بس هم اعملوا مجهود او ركزوا علشان انتوا هتكتشفوا حاجه في الاشخاص الجديده ديت. بس هتاخد منكم مجهود. اوكي لكن في النتيجه في الاخر هتبقى مصلحتكم، بس في مصلحتكم بنسبه كبيره ولا بنص يعني ولا ب 50% ولا قليله، فده كله على بناء على ان انتوا المجهود اللي هتعملوه. اوكي نيجي لبرج العذراء. برج العذراء عنده سواء ست او راجل، يا اما عربيه جديده يعني هيركب عربيه جديده، يا بيت جديد الفتره دي، يا اما شغل جديد، حاجه من التلاته لازم تحصل له. يا تغيير عربيه، هيغير عربيه او هتغير عربيه الفتره اللي احنا فيها دي، يا اما كانت بايعه عربيه وهتشتري عربيه وباع عربيه وهيشتري عربيه. اوكي يا اما بيت جديد الفتره دي، يعني اللي دخل يعني اللي راح بيت جديد مثلا شهر 12 او شهر فات ماليش دعوه، انا بتكلم على الفتره دي.
يا بيت جديد يا شغل جديد في عتبه جديده عنده، سواء عربيه او شغل او بيت. اوكي نيجي لبرج الميزان. بقول لبرج الميزان انت عندك سفر، برج الميزان عنده سفر. معظم برج الميزان حتى اللي بيسافر داخل الدوله اللي هو عايش فيها بس عنده سفر، عنده تنقلات الفتره دي من مكان لمكان سواء خارج البلد او داخل البلد، بس مش هيقعد في البلد اللي هو فيها. يعني حتى مثلا لو هو مثلا في القاهره مثلا هيروح مثلا اسكندريه، لو هو في اسكندريه هيجي القاهره. اوكي او لو هو هنا هيسافر بره البلد اللي هو فيها، بس عنده تنقلات من مكان لمكان وهيبقى سفر. كلمه سفر موجوده سواء ست او راجل. اوكي نيجي لبرج العقرب. برج العقرب عنده شويه خنقه، عنده شويه توتر. السبب في ده هو اوكي لان هو من النوع اللي بيعمل دايما بيبقى عنده اكتر من حاجه، عنده مدخل نفسه في كذا حاجه، عنده كذا حبيبه او متجوز كذا مره او هي عندها كذا حبيب في حياتها، ان هي دايما بتبقى محتاره وعايزه لو الدنيا ما ظبطتش معاها يبقى في سبير حد واتنين يعني اكتر من شخص. فالزحمه دي هي اللي مخلياهم مش واقفين على الارض صلبه والدنيا عندهم بتبوظ. اوكي فمحتاجين ان هم يرتبوا اوراقهم. فبقول للبرج العقرب رتبوا اوراقكم الفتره ديت لانه تخلينا على مرحله الشهر الجاي. احنا برج الحوت الفتره اللي جايه برج الحوت. فلما بيبقى برج مائي مع برج مائي الدنيا ما بتبقاش ظابطه قوي، فيحاولوا يرتبوا اوراقهم افكارهم. اوكي لان هم داخلين على برج مائي. اوكي نيجي لبرج القوس. بقول لبرج القوس الخطوه اللي انت يعني برج القوس كان بقاله فتره الدنيا عنده مش حلوه خالص سواء ست او راجل. اوكي وابتدى يرتب اوراقه، ابتدى ياخد قرارات مختلفه خالص، ابتدى يقلل الدايره عنده. يعني لو في حاجات ملهاش لازمه الفتره اللي فاتت دي كان بيمشيها من حياته، بيخرجها بره الدايره بتاعته. اوكي فبقول له القرارات اللي انت واخدها صح جدا، استمر على اللي انت فيه بس نفذ بقى، نفذ لان مفيش وقت لان انت اتاخرت قوي. يعني لان برج القوس بيمط في الفكر، بيمط في القرارات بتاعته، بياخد وقت طويل عبال ما بياخد القرار، بياخد وقت طويل عبال ما بيفكر. اوكي فبقول له انت صح جدا اللي انت النهايات بتاعتك اللي انت نهايات افكارك اللي انت خدتها سليمه جدا جدا، نفذ بقى لان انت اتاخرت. لان لو جه عليك شهر اربعه ما كنتش خلصت ونفذت كل الامور بتاعتك انت هتفضل محلك سر. اوكي نيجي لبرج الجدي. برج الجدي نفسيا شويه الفتره دي احسن نوعا ما، لانه الصوره وضحت له بنسبه 50-70%. اوكي فحس ان هو فكره غير الزاويه بتاعه تفكيره شويه. لو ليه حبيب وكان يعني ما كان مهمل بالنسبه له مش مدينه اهتمام، ابتدى يهتم شويه نوعا ما. اوكي ابتدى الدنيا الصوره وضحت، ابتدى مثلا حد مرتبط بحد ومش مش مهتم بيه نهائيا، ابتدى خلاص عرف ان هو مش هينفع يكمل معاه. فبالنسبه لبرج الجدي الصوره وضحت له. اوكي عنده دخوله على برج الحوت عنده يا اما فرح بالنسبه له، يعني يا اما هو حد هو هيفرح بان هو في ارتباط، يعني في ارتباط هيبقى فعلي جواز عنده، يا اما جواز من عنده من حد من العيله، يعني حد قريب منه، حد من اخواته، يا اما مثلا صاحبتها قوي او صاحبه قوي او اختها او اخته. اوكي حد قريب منها قوي، يا هي يا حد قريب منها قوي. اوكي بس هي هتفرح في دخول برج الحوت، هي عندها فرحه يا حد من اخواتها يا حد من اصحابها يا هي، بس هي في المرتبه الاولى. اوكي نيجي لبرج الدلو. برج الدلو قريب من برج الجوزاء الفتره دي، عنده ماديا وعمليا وعاطفيا. عاطفيا مبدئيا الاختيارات بتاعته الفتره اللي فاتت، هو دلوقتي واقف على ارض صلبه واختار حد بالفعل والدنيا ظابطه وابتدوا ياخدوا خطوات في حاجه تكمل. اوكي عمليا الدنيا حلوه جدا عنده وعنده سفر كتير. ماديا في فلوس كانت ليه ابتدت تجيله، او الفتره ديت في فلوس هيستلمها من شغل كان عامله الفتره اللي فاتت، فما يتخافش على برج الدلو برضه زي الجوزاء. نيجي لبرج الحوت. برج الحوت الفتره دي بقول له خلي بالك، خلي بالك يا برج الحوت عشان انت عندك خيانه، عندك خيانه
حد من الشغل، الخيانة دي هتبقى حد قريب جدا جدا ليك، هيبقى يا إما حد عن طريق الشغل يا إما حد عن طريق أصحابك قريبين جدا، حد قريب جدا جدا لدرجة إن الحوت برج الحوت هيتصدم، هيتصدم في حد، عنده صدمة في حد قريب منه، سواء واحد أو واحدة، سواء للبنت أو للراجل، واحدة أو واحد. أوكي، فبقول له خلي بالك لأن أنت حساس، لأن الفترة دي أساسا برج الحوت، عارفة أغنية عمرو دياب بتاع أنا عايش ومش عايش؟ هي هما فعلا هما عايشين، بس هما مش هما مبينين إن هما عايشين، لكن هما مش مبسوطين خالص، في حالة اكتئاب، حاسين إن هما إمتى بقى إحنا؟ عارفة؟ اللي هو طب إحنا اتأخرنا، طب إحنا اسمنا مكتوب، فهماني؟ فبقول لهم أنتوا اللي عاملين في نفسيكوا كده لسوء اختياركم. بس والله احنا ما بنعمل حاجه يا سامي، والله ما بنعمل على فكره، والله احنا انا قاعده كل واحد فينا عايز اقول لكم ما بعملش حاجه، عايز اقول لكم على معلومه، كل واحد فينا ما بيشوفش نفسه صح. دايما عشان تحكمي على نفسك نقي حد تثقي فيه هيشوفك احسن ما انت بتشوفي نفسك. دايما الاخرين يشوفوكي احسن ما تشوفي نفسك، فانت لو عندك حد واثقه فيه خليه يشوفك هو، لان انت طول العمر ما حد فينا هيغلط نفسه، كل واحد فينا بيبقى شايف جزء كبير من حياته ان هو اللي صح. طيب ناخد رسائل، يلا. في مسج عايزه اعرف 77. اوكي 77 سرطان، بقول واحده ولا واحد؟ هي واحده. بقول لها طمني الفتره اللي جايه عندك حلوه جدا جدا، او احنا ما زلنا اوريدي يعني، انت بقالك مثلا يومين نفسيتك بقت احسن شويه كتير. اوكي عندك السنه دي ارتباط عاطفيا، عندك ارتباط عمليا، عندك عقد هتمضيه قريب جدا جدا، والعقد ده اللي هتمضيه ماديا هيبقى عندك عائد مادي منه يعني عالي، فركزي علشان يعني بلاش تغلطي الغلطات اللي غلطيها الفتره اللي فاتت ديت عمليا، لان الفرصه اللي جايه لك فرصه كويسه مش هتتكرر تاني. اوكي وقتنا خلص يا سيدي للاسف، الحلقه عدت بسرعه جدا ما حسيناش بيها، كانت حاجه مختلفه النهارده ان احنا نقول موضوع الاسماء، ان شاء الله نبقى نعملها كل حلقه ان شاء الله. ان شاء الله يا سيدي نورتينا جدا وبشكرك، وان شاء الله نشوفك الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. ميرسي نون. ميرسي يا حبيبي. كده خلصت حلقتنا من مين بوكس برجك ايه، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير، وباي باي.